يا صباح الخيرات على كل حضراتكم السيدات والسادة مشاهدينا في كل مكان في العالم، أهلا بكم جميعا وبداية حلقة جديدة من 10 الصبح في الأهلي. النهاردة يوم مش أي يوم، تاريخ طبعا أصبح محفور في أذهان ووجدان المصريين وأصبح في تاريخ مصر المعاصر. بدايته كانت الاحتفال بعيد الشرطة اللي طبعا بنتوجه لكل أفرادها وكل القائمين عليها بكل التحية والتقدير، ولكنها في نهاية الأمور أصبحت عيد للشرطة وللشعب المصري. فبالتالي كل سنة وكل حضراتكم طيبين، كل سنة وانت طيبة وصباح الفل. كل سنة وانت طيب يا كريم، ومصر كلها بخير ودايما في تقدم ودايما في ازدهار يا رب. النهاردة 25 يناير وحلقة جديدة وتاني يوم وتاني حلقة في الأسبوع 10 الصبح في الأهلي، معنا ملفات كتيرة وأخبار كتيرة جدا. ويمكن احنا حابين نبدأ طبعا يعني بطولة اليد والماتش امبارح اللي كلنا اكيد تابعناه، رغم ان كان في ماتشات تانية ليفربول وغيره يعني لكرة القدم، لكن اعتقد ان يعني الاهتمام الاكبر للعالم كله كان على مونديال اليد. وفكرة كمان ان احنا واجهنا امبارح، انا اعتقد الماتش كان قوي، وبنتكلم عن سلوفينيا. هي سلوفينيا مش من الفرق الضعيفة ابدا، طبعا احنا عندنا الدنمارك في يوم الاربعاء الماتش القادم، ولكن برضو احنا سلوفينيا بنتكلم عن بسيط، عندهم حارس مرمى قوي برضو جدا. أداء كان يمكن في الشوط الأول يا كريم مش اللي احنا كنا بنرجوه، لكن الشوط الثاني قدرنا ان احنا الكامباك بتاعنا يبقى بشكل سريع كمان. وبعدين ما تفهمش بقى يعني آخر 10 ثواني ايه اللي حصل. كل حال احنا معانا في فقرة النهاردة هنتكلم طبعا بكل التفاصيل حول ما حدث في هذه المباراة وما هو القادم كمان، لان احنا زي ما عارفين الدنمارك هي يعني أول أو هي بطل العالم 2019، فأكيد أكيد هتكون مباراة في غاية الأهمية. وناس كتير قوي ابتداء من امبارح بالليل طبعا حتى اللحظة اللي احنا فيها يعني حاطين ايديهم على قلبهم فيما يتعلق بمسألة مواجهة المنتخب المصري مع الدنمارك. الدنمارك بطل العالم، مش هنختلف، فريق قوي مفيش ذرة شك في ده، لكن ما تيجي كده نبص بص على فريقنا، ما تيجي كده نتابع كل الماتشات اللي اتلعبت حتى اللحظة من قبل منتخب مصر لكرة اليد، وهنلاقي ان احنا لا ده في ثقة يعني كبيرة جدا في اللعيبة دول يعني الحقيقة في كلام كتير قوي هم يستحقوه، ولكن ما تيجي نأجل التفاصيل دي لما ندخل احنا معانا فقرة فعلا متفق معاك فيها. بس انت قلت نقطة مهمة وهي فكرة هنا، يعني البعض كان على السوشيال ميديا بيرى ان فرصة مصر امام الدنمارك هتكون صعبة جدا، وانا اعتقد مع ناس كتيرة جدا بتختلف في وجهة النظر دي، لان ما فيش حاجة اسمها كده. احنا ما ينفعش ان احنا ندخل الماتش يعني مصدرين الروح الانهزامية لفريقنا، ما ينفعش. احنا لازم يبقى عندنا ثقة في اللاعبين بتوعنا ولازم نشجعهم، واعتقد هي دي الروح اللي احنا شفنا كل لاعب مصري في المنتخب بيلعب بيها. يعني عندهم امل، عندهم عزيمة، عندهم اصرار، عندنا قوة في الملعب. انت شفت يعني كابتن منتخب احمد الاحمر امبارح التيشيرت بتاعته اتقطعت 3 مرات يا جماعة، في 6 تيشيرتات اتغيرت في المباراة. يعني اللعيبة بتوعنا ما بيبخلوش على الماتش بأي حاجة، دايما انا بقول لازم ندعم فريقنا، لازم او منتخبنا، يعني لازم يكون في كده ثقة فيه علشان ان شاء الله نقدر ان احنا نفوز. مفيش حاجة مستحيلة، احنا بنتكلم برضو ان انت بتتكلم عن منتخب مصر ما هوش زي ما كريم قال وزي ما كلنا عارفين ضعيف ابدا يعني، فكل التوفيق باذن الله. اداء كان اكتر من رائع واكتر من مشرف في مباراة الامس، الحقيقة شفنا كلنا واستمتعنا بلعب ممتع ويعني تفاصيل كتيره جدا يعني ابدعوا من خلالها رجاله منتخب مصر لكره اليد وهم بيلعبوا امام سلوفينيا. والتعادل 25-25 الحقيقه اللعيبه قاموا بواجبهم على اكمل وجه، وبرغم ان انا زي اكيد كل حضراتكم وكل الناس يعني بنتمنى تكون طبعا الفوز، لكن فريق سلوفينيا زي ما اتقال كده فريق يعني كان بيأدي الحقيقه بشكل قوي جدا. طبعا كان في تحفظات كتيره على الاجساد القويه، اللهم صل على كامل النور، والاداء العنيف حبتين 3-4. طبعا زي ما كنت نهاوند كانت بتقول من شويه فكره ان اللاعب احمد الاحمر اللي اتصاب والتيشيرت بتاعته اتقطعت اكتر من مره خلال المباراه، يمكن دي كانت طريقتهم الوحيده او يعني التكنيك الوحيد اللي ما كانش متاح قصادهم غيره لمحاوله ايقاف لاعب منتخب مصر احمد الاحمر. لكن في كل الاحوال طبعا التعادل بالنسبه لنا، حتى واحنا قبل ما ندخل المباراه كلنا عارفين التفصيله دي، ان التعادل بالنسبه لنا اول فوز في الحالتين بيؤهلوا مصر الى دور الثمانيه، وقد كان يعني بالتالي هتلعب مصر مع الثمانية الكبار في كأس ألف مبروك لمنتخب مصر على الأداء المشرف وإن شاء الله المزيد من الانتصارات. فعلا يا كريم أداء هايل جدا، روح قتالية شفناها كلنا في الملعب. أنا بتفرج على الماتش كان كمان في حماس كبير كل دقيقة وكل هدف كده كنا ملاحظينه امبارح. الأداء كان برضو نرجع نقول مميز، سواء تعادلنا أو فزنا أو واتيفر النتيجة كانت إيه مهما كانت، أنا بقول لحضراتكم كلنا عارفين إن الأداء كان متميز وده كنا شايفينه من خلال يعني رؤيتنا للمباراة. نقدر نقول كمان إن
مصر بتنافس بقوه في بطوله العالم لكره اليد. يمكن ناس كتير ما كانتش متوقعه ده، لكن برضه ارض الواقع هي اللي بتثبت هذا الكلام. لاعبي المنتخب المصري الجهاز الفني قدموا اداء متميز جدا خلال المباراه. بنقول مبروك مره ثانيه لمنتخبنا التاهل لدور الثمانيه بالبطوله، ومبروك كمان لرجل المباراه امبارح باجماع، يعني كل اللي كانوا النقاد واللي كانوا بيتفرجوا، يحيى خالد اللي حصل على لقب افضل لاعب في مباراه مصر وسلوفينيا، كان متالق وسجل زي ما احنا تابعنا 6 اهداف في المباراه. طبعا الجماهير امبارح في كل مكان كانوا بيشجعوا المنتخب، وكانوا كلهم حماس واصرار على مواصله منتخب مصر التفوق في المباريات الجايه. طبعا يعني لا سيما مع تالقهم في كل المباريات السابقه واللي شفنا منها نموذج يعني في من خلال مباراه الامس. عايز اقول كمان ان سقف الطموحات بالتالي لدى الجماهير بان هم يعني يشهدوا تحقيق انجاز غير مسبوق، يعني فعلا واصل الى اقصى الدرجات، خصوصا وان البطوله بتقام على ارض مصر. كمان التهاني امبارح خليني اقول لحضراتكم انهالت على منتخب مصر لكره اليد بعد التعادل مع سلوفينيا بنتيجه 25-25 والتاهل هنا لدور بقى الثمانيه بمونديال العالم بعد تقديم اداء رائع بالمباراه. هنرجع نفضل نكرر تقديم اداء رائع بالمباراه والعوده بعد التاخر باربعه اهداف، ده اللي كان في الشوط الاول. التعادل بقى هنا بالمباراه والتاهل ب7 نقاط لدور الثمانيه. الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه التهنئه للمنتخب الوطني، وكتب الرئيس عبر صفحته الرسميه، شوفوا حضراتكم بقى: اهنئ ابنائي من المنتخب الوطني لكره اليد على الصعود المستحق لدوره ثمانيه والاداء المشرف، كما اؤكد على فخري ودعمي الدائم لجميع النماذج الرياضيه المصريه المشرفه وكافه الانشطه الرياضيه في مصر باعتبارها من اهم ركائز بناء الانسان، واكرر ترحيبي بجميع الوفود الرياضيه المشاركه متمنيا لمنتخبنا الوطني التوفيق في صنع إنجاز رياضي جديد. يعني حاجة جميلة جدا لما تلاقي يا كريم تهنئة من رئيس الجمهورية. يا جماعة يعني رئيس الجمهورية والقيادة السياسية، احنا قلنا من فترة ومن سنين يعني فاتت ابتدى يبقى فيه اهتمام كبير بهذا الملف، لما تلاقي كمان على أرض الواقع مش بس الرئيس بيقول انه مهتم بهذا الملف وبيشجع عليه، لا كمان متابع كمان بيهني، قد ايه دي بترفع الروح المعنويه وبتدي حتى رسائل للشباب وكلنا ان في حد مهتم بينا، في حد متابعنا، في حد يعني عايزنا نبقى افضل. انا بشوف ان امبارح الرساله دي في غايه الجمال، مش هقول بس الاحترام، الجمال. خليني اقول لحضراتكم كمان الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضه كانوا زي ما حضراتكم شايفين حاضرين المباراه في رساله هنا بتؤكد دعم الدوله بكامل مؤسساتها للمنتخب المصري في مختلف مراحل بطولة العالم لكرة اليد. يعني باختصار كده ممكن يكون الجماهير مش حاضرة، لكن اللعيبة بتاعتنا والمنتخب بتاعنا عارف ومتأكد ان مصر كلها في ظهرهم، فان شاء الله يا رب كده يفرحونا ويكون البطولة دي والمونديال دي يعني مصري بإذن الله. وعلى صعيد الرسائل اللي انت بتتكلمي عليها، الحقيقة ان الرسالة بتاعت امبارح يعني تعتبر واحدة من رسائل عدة كلنا حضرناها وكلنا شاهدناها وشفنا من خلالها السيد رئيس الجمهورية وهو بيقدم نموذج ويعني قدوه كده لكتير جدا من الشباب، وخصوصا ان في اجيال يعني مننا كمصريين الحقيقه ما كانتش الرياضه واخده الحيز اللي المفروض ان هي كانت تبقى واخداه في حياتهم، فابتدينا نشوف السيد رئيس الجمهوريه وهو شخصيا بيمارس الرياضه باشكالها المختلفه وفي مناسبات مختلفه وفي توقيتات مبكره جدا. كل دي برضو تعتبر من ضمن الرسائل اللي بين السطور اللي المفروض ان احنا من خلالها نعتبر ونشوف ان دي حاجه فعلا هتعود علينا كمجتمع بالنفع. وطبعا بالمناسبه اكيد في انعكاس ايجابي قوي جدا للمردود بقى النفسي للشخص مننا لما يبتدي يمارس رياضه حتى لو كان عايش حياته يعني كامله ما كانش بيمارسها قبل كده، وكمان وده الاهم الانتاجيه. فطبعا الرسائل دي رسائل مهمه جدا لينا وللمجتمع وللبلد ككل. امبارح برضو فيما يتعلق بقى بكره القدم في خبر يعني مبهج جدا وهو تمديد النادي الاهلي لعقود اليو ديانج وحمدي فتحي، لانه الحقيقه هو مش مجرد خبر كده ممكن يمر علينا كلنا مرور الكرام، انما لازم نقف عنده ونديله حقه ونتامله حبتين، لان هي دي خطوه يعني محسوبه ومدروسه من لجنه التخطيط بناء على طلب الكابتن محمود الخطيب بالحفاظ على قوام فريق المستقبل والبناء عليه. والحقيقه هم دايما بيعملوا الكلام ده او النوع ده من الامور بيدار بمنتهى الصمت وبمنتهى الحكمه، وعاده ما بنتفاجئ في نهايه الامر بان في حاجه زي كده استجدت.
انا عاجبني جدا ده فعلا، ودي خطوه اعتقد مهمه. ونتكلم كمان يعني ايام قليله فاتت كان تم التمديد لمحمد شريف وعلي لطفي حارس الفريق زي ما احنا تابعنا. وهنا لو بصينا بقى هنقول عناصر الفريق هتلاقي فيها ان فيها استقرار كده. يعني دلوقتي اقل عقد عندنا بنتكلم هو 3 سنين. هي سياسه مهمه جدا ان انت توفر الاستقرار للفريق، وكمان التفكير يكون في تقدم الاهلي وحصد بقى هنا الالقاب بالنسبه للعيبه. خلاص انا دلوقتي مطمن، انا دلوقتي ماضي، انا دلوقتي عارف انا ال3 سنين مثلا اللي جايين انا مستقر فين، فابتدي اركز بقى وينصب تفكيري وما يبقاش في ذهني اي تشتيت. انا عايز بقى اركز في المباراه، وعايز اركز في الفوز، وعايز اركز ان انا احافظ على اسم الكيان اللي انا بنتمي ليه على الاقل زي ما احنا قلنا اقل عقد 3 سنين. فاعتقد دي خطوه جميله جدا فعلا. وعشان ما يحصلش التشتيت اللي انت بتتكلمي عنه واللي انت متخوفه منه، وده تاني تكنيك ثابت دايما مع النادي الاهلي في النوع ده من الامور، يعني كل الكلام ده بيحصل فيه هدوء تام وفي سريه شديده الحقيقه يحسد عليها او تحسد عليها اداره التعاقدات بالنادي الاهلي. يعني بدون اي مقدمات اتفاجئنا كلنا ان النادي الاهلي بيعلن عن التجديد للثنائي بالامس. طبعا دي خطوه بتبعد كل الضغوط واوجه التشتيت اللي بنتكلم عنها عن كل اطراف المفاوضات، فكالعاده يعني ملعوبه من النادي الاهلي. يعني هي حقيقه فعلا الملفات كلها بتدار بشكل احترافي، ويعني بتثق كمان ان اداره التعاقدات هنا بتثق فيها ان هي ماشيه في طريقها لحسب كل الملفات المطلوب اكيد التعامل معاها عشان نحقق بقى الهدف، هو تذليل اي عقبات بتكون موجوده عشان نقدر نقول ان الاهلي بقى يستمر في ريادته المحليه والافريقيه دايما باذن الله. طيب تعالوا بقى كما هي عادتنا في الجزء الاول من كل حلقه من 10 الصبح في الاهلي نتعرف مع حضراتكم على حاله الطقس وتوقعات درجات الحراره من خلال هذا الفيديو، ونرجع نكمل كلامنا. طيب احنا كده هنروح فاصل سريع وهنرجع نكمل مع حضراتكم. رحب بحضراتكم مره ثانيه، ونروح دلوقتي بقى لاخر اخبار النادي الاهلي وفرقه المختلفه والانشطه كمان مع مراسلنا العزيز جدا مينا ماهر من مقر النادي الاهلي بالجزيره. مينا صباح الخير، وسعداء انا وكريم ان انت يعني بعد غياب بترجع لنا مره ثانيه. اتفضل يا مينا. صباح الخير يا نهاوند، صباح الخير يا كريم، صباح الفل على كل مشاهدي ومتابعي قناه النادي الاهلي في كل مكان. انا كمان مبسوط ان انا معاكم في 10 الصبح في الاهلي، وكالعاده بنطلع من مقر النادي الاهلي هنا في الجزيره بنطلعكم على كل الكواليس والاخبار. لكن في بدايه حديثي عايز ابارك لمنتخب بصراحه مشرف كل المصريين، منتخب مصر لكره اليد يمكن بيقدم اداء اكثر من رائع في بطوله اليد في مصر هنا. يمكن امبارح كان في مباراه قويه جدا مع المنتخب السلوفيني، يعني كان في سوء حظ وعدم توفيق لمنتخب مصر، قدر منتخب سلوفينيا انه يتعادل في اللحظات الاخيره، ولكن منتخب مصر عمل كومباك تدرس لكل المنتخبات، وبصراحه مشرفنا وبيقدم اداء قوي جدا.
احنا عشمنا في منتخب الوطني كبير جدا، يعني يمكن عشمانين انه يقدر ان شاء الله يحرز البطوله، بطوله قويه وغاليه في ظروف استثنائيه هنا على اراضي مصريه. ان شاء الله كل التوفيق لمنتخب الوطني. نروح لأجواء هنا في مقر النادي الأهلي بالجزيرة، يعني يمكن عندنا تدريبات شغالة على قدم وساق، مفيش توقف استعدادا لمباراة الموسم لجميع التدريبات. يمكن وانا بكلمكم في تدريبات السباحة بدأ حوالي الساعة 6 الصبح بتنتهي على حوالي الساعة 12 ظهرا. يمكن نروح شوية نتكلم عن ألعاب الصالات والفرق المختلفة. يمكن شباب طائرة الأهلي 17 سنة فازوا على نظيره بتروجيت بنتيجة 3 أشواط مقابل لا شيء ضمن منافسات بطولة الجمهورية. وأيضا بنات طائرة الأهلي حققوا فوز قوي على فريق العبور بنتيجة 3 أشواط مقابل لا شيء ضمن أيضا منافسات بطولة الجمهورية. براعم تنس الطاولة بالنادي الأهلي يفوزوا على فريق قناة السويس والرباط والأنوار والإسماعيلي ضمن بطولة دوري مرتبط. قدر فريق النادي الأهلي أنه يفوز على قناة السويس بنتيجة 3-1 وأيضا الرباط والأنوار بنتيجة 3-0 وأخيرا وليس أخيرا فريق الإسماعيلي بنتيجة 3-0. كل التوفيق لفريق تنس الطاولة بالنادي الأهلي بيقدموا أداء أكثر من رائع، وده طبعا اللي معودنا عليه. نروح سريعا لفريق كرة بالنادي الأهلي. يمكن النهاردة استكمالا للتدريبات التجمع يكون الساعة 2، تدريب الساعة 3 على ملعب مختار التتش استعدادا لمباراة قوية جدا على استاد الدفاع الجوي لملاقات فريق بيراميدز. يمكن دي مباراة قوية جدا في الدوري الممتاز كلنا مستنيينها، ودي مباريات يعني اللي بنحبها للنادي الأهلي بيقدم أداء قوي جدا، وده طبعا المعروف عن النادي الأهلي. يمكن تدريبات أمس شهدت عودة اللاعب بدر بنون وأكرم توفيق بعد سلبية المسحة، وإن يعني الحمد لله صحتهم بقت كويسة. ولكن الحاجة اللي لفتت انتباهنا جميعا في تدريب أمس يمكن الاثنين لاعبين كانوا متحمسين بيقدموا أداء أكثر وأقوى من المتوقع. ده طبعا يعني يمكن اللاعب بيكون في فترة توقف وفي الحجر الصحي، لكن الاثنين لاعبين بيظهروا بأداء متميز، يعني عايزين يثبتوا إن هم موجودين وفي التشكيلة الأساسية لمستر بيتسو موسيماني. وايضا مشاركه الشناوي غدا بعد ايقاف مباراه في مباراه بيراميدز ان شاء الله. يمكن بقى لو عايزين نتكلم عن البطوله الاهم والحلم للنادي الاهلي بطوله كاس العالم للانديه، الجهاز الفني والاداري استقر على سفر بعثه فريق النادي الاهلي يوم الجمعه ان شاء الله متوجها الى قطر للمشاركه في كاس العالم للانديه. يمكن مستر بيتسو موسيماني والجهاز الاداري قرروا مشاركه جميع او سفر جميع اللاعبين لقطر لمونديال العالم للأندية، طبعا تكريما لجهودهم وأدائهم وطبعا بالفوز بدوري أبطال أفريقيا. يمكن كان في تصريح وده الأهم بالنسبة لي لمستر بيتسو موسيماني، قال إن النادي الأهلي قادر على تحقيق مفاجأة في كأس العالم للأندية، وده طبعا كل اللي احنا بنتمناه. كل التوفيق لمنتخبنا الوطني، كل التوفيق لفرق النادي الأهلي، كل التوفيق لفريق النادي الأهلي في مباراة الغد أمام بيراميدز وأيضا في كأس العالم للأندية. كلمة ليكم في الاستوديو لو في اي استفسارات او اسئله انا معاكم، عوده ليكم مره اخرى. من ناحيه الاخبار يعني الخاصه بالنادي الاهلي اعتقد انت يعني قلتها بشكل كامل، لكن من ناحيه ثانيه كنت عايزه اطمن انت ليه بقالك فتره مش بتطلع معانا في 10 الصبح؟ كان عندي يعني ظروف تعب، كنت شاكك ان انا اكون بوزيتيف، لكن الحمد لله عملت مسحه وانا دور برد خفيف، لكن انا معاكم ده المهم. خلي بالك على نفسك والحمد لله على سلامتك يا مينا. فعلا هي فتره صعبه. شكرا ليك يا مينا زميلنا العزيز. فتره صعبه والبرد والعطسه بقت تشككك. دي ايه بالظبط؟ العطسه تشكك والكحه تقلق وبقت ايام عجيبه جدا. احنا عايشين الحمد لله على سلامتك يا مينا، رجعت تنورنا تاني يعني تقاريرك الوافيه الكافيه وابتسامتك الجميله. ربنا يديم عليك نعمه الصحه يا رب، نورتنا وشرفتنا. طيب دلوقتي تعالوا بقى نروح مع حضراتكم الى مقر جريده الجمهوريه مع مراسلنا محمد توفيق عشان نتابع معاه اهم الاخبار الرياضيه في كافه الصحف والمواقع المحليه والعالميه، ويعني برضه عشان لضمان ان الحوار يكون اكثر ثراء هيكون معاه كمان لقاء مع الكاتب الصحفي الاستاذ ياسر الشرقاوي. صباح الخير عليك يا محمد، انت واستاذ ياسر، وتفضلوا سامعينكم. صباح الخير يا كريم. صباح الخير يا نهواند، تحياتي ليكم مشاهدي 10 الصبح في الاهلي. يعني يوم جديد يا رب ان شاء الله يكون يوم سعيد على كل الناس اللي بتشوفنا وبتتابعنا. موجودين في يعني واحده من اعرق واحب الصحف المصريه لقلوب كل المصريين، يعني جريده الجمهوريه واحده من اعرق الجرايد اللي تم تاسيسها في 7 ديسمبر 1954. يمكن كان اول حد اشرف على الجريده منذ تاسيسها كان الرئيس الراحل محمد انور السادات في ذلك الوقت. يعني زي ما بنقول دايما كده يعني بنقدم لكم خدمه متميزه ولكل الناس اللي بتشوفنا اهم وابرز الاخبار وكل الحاجات اللي الناس بتتكلم عنها الصحافه بتعكسها، و
واحنا كمان بنقدمها كخدمه لكل مشاهدينا. يمكن اول خبر طبعا الحدث اللي بيشغل كل المصريين، كاس العالم لكره اليد، واول خبر معانا من صحيفه الجمهوريه صفحه 14، الرئيس يهنئ منتخب اليد بالصعود لدور الثمانيه. ابطالنا لا يعرفون المستحيل، تاهلوا لربع النهائي بالتعادل مع سلوفينيا 25-25، قدموا اداء قويا والطيار نجم فوق العاده. زي ما بيقول الخبر، هنا رئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهوريه المنتخب المصري لكره اليد بعد تاهله لدور الثمانيه بعد التعادل مع سلوفينيا في المباراه الاخيره. كمان اكد الرئيس دعمه الدائم لكل المتميزين رياضيا في مصر وكل الانشطه الرياضيه المتميزه. كمان اكد الرئيس عبد الفتاح السيسي ترحيبه بجميع الوفود المشاركه، متمنين لهم يعني قضاء اوقات سعيده في مصر وتذليل كافه العقبات اللي بتقابلهم اثناء اقامتهم في مصر. يمكن المنتخب زي ما شفنا كلنا امبارح فاز على التعادل مع سلوفينيا 25-25 وقدر يخطف بطاقه الصعود كثاني المجموعه، وان شاء الله بعد بكره الاربعاء الساعه 7:30 6:30 عفوا على صاله استاد القاهره هيقابل منتخب الدنمارك بطل العالم وواحد من يعني ابرز المرشحين للفوز بالبطوله. يا رب ان شاء الله يكون يعني التوفيق من حليف المنتخب المصري، واعتقد يعني هو سلاح ذو حدين، لو قدرنا نحقق الفوز اعتقد ان الطريق هيبقى مفروش قدام المنتخب المصري ان شاء الله لتحقيق اللقب الاول تاريخيا لمصر في بطوله العالم للكبار. الخبر اللي معانا الثاني عالمي ومن صحيفه الأهرام المسائي، صلاح الاستثنائي سجل ثنائية الريتس في مسرح الأحلام ومانشستر يفوز. يمكن حالة من التخبط بيعيشها ليفربول مؤخرا، آخرها كان الخروج امبارح من دور الـ 32 أمام مانشستر يونايتد على ملعب الأحلام أورد ترافورد. يعني يمكن محمد صلاح قدر يحقق هدفين امبارح للريتس، لكن ده ما كانش كافي إن الريتس يقدر يتأهل. لكن والهزيمه في 3 مباريات اعتقد ان كمان بقى في المركز الرابع فرق 6 نقاط على المتقدم، بقى بعيد جدا عن المنافسه، والايام الجايه اعتقد هيبقى فيه مزيد من النتائج السيئه. الخبر الثالث اللي معانا يمكن الموقع الرسمي للفيفا fifa.com، يعني ابرز تصريحات المدير الفني للنادي الاهلي بيتسو موسيماني قبل مشاركه النادي الاهلي في كاس العالم للانديه. يمكن الموقع ابرز مشاركة النادي الأهلي وعودته للمشاركة مرة أخرى بعد غياب 7 سنوات منذ المشاركة الأخيرة في 2013 اللي كانت في المغرب، وكذلك تصريحات المدير الفني للنادي الأهلي بيتسو موسيماني اللي أكد في أكثر من تصريح إن النادي الأهلي يعني زي ما بنقول العنوان الرئيسي كان موسيماني، مواجهة بايرن ميونخ ستكون فخرا لينا. كمان اتكلم المدير الفني للنادي الأهلي بيتسو موسيماني عن مواجهة الدحيل، قال إن الفريق متوج بالبطولة القطرية ودي فيها أكثر من فريق رائع، طبعا اشهرهم السد القطري بيدربه مدرب كبير زي تشافي، وكمان في مهاجم يعني اشار للمهاجم الجزائري بغداد بنجاح لاعب الفريق، قال لكونهم ان هم يقدروا يفوزوا ببطوله مهمه زي كده فده اكيد فريق كبير وان شاء الله يعني نتطلع للفوز وتخطي دور ثاني. عن مواجهه بايرن ميونخ قال ان طبعا المنافسه صعبه جدا، ولو قدرنا نحقق الفوز في اول مباراه وقابلنا بايرن ميونخ فساعتها ما عندناش حاجه نخسرها، كل اللي هيبقى قدامنا اسعاد جماهيرنا وتمثيل سواء مصر او كمان تمثيل القاره الافريقيه. عشان بقى نتكلم على اخبارنا والتحليل بشكل اكبر معانا انضم لنا حالا كابتن يعني استاذ ياسر الشرقاوي الصحفي بجريده الجمهوريه. استاذ ياسر يعني منورنا النهارده، ويعني بنتكلم على الاخبار وتحليل الاخبار بشكل اكثر. يعني اولا مصر والصعود لدور الثمانيه، واعتقد يعني زي ما شفنا الاداء اكثر من رائع من كل الفرق، شايف التاهل ازاي؟ والله يعني احنا عملنا ماتش كويس امبارح قدام سلوفينيا، رجعنا كنا متاخرين الشوط الاول فرق 4 تجوان تقريبا. الحمد لله يعني رجاله منتخبنا كانوا رجاله وقدروا ان هم يرجعوا في النتيجه في الشوط الثاني ويحققوا تعادل مع سلوفينيا، فرقه مش ضعيفه خالص، قدرنا ان احنا نعمل ماتش كويس قدامهم. الطيار طبعا كان حارس استثنائي في البطوله كلها، يعني بصراحه مش في الماتش ده بس قدرنا ان احنا نعمل نتيجه كويسه والحمد لله صعدنا لدور الثمانيه. ماتش الدنمارك هيبقى ماتش صعب جدا، بنلعب حامل اللقب، فان احنا نتاهل برده مش سهله، بس ان شاء الله عندنا ثقه في ان لعيبتنا يقدروا يعملوا ماتشات كويسه، خصوصا ان هم لما لعبوا السويد حتى اللي هو تعتبر بطل اوروبا قدرنا ان احنا نخسر بفارق جون، وكان في تعرضنا لشويه ظلم تحكيمي وقدمنا اعتراض على التحكيم، فان شاء الله يعني انا شايف ان احنا في ماتش الدنمارك برده ممكن نعمل نتيجه كويسه ونتاهل، ولو اتاهلنا لو عدينا الدنمارك اعتقد ان الطريق هيبقى متاح قدامنا ان احنا نوصل للنهائي ان شاء الله. تعليقك على احراز صلاح للثنائيه امبارح، ولكن يعني ليفربول مؤخرا النتائج فيها تراجع بشكل كبير. والله يعني هو ليفربول بقى له فتره النتائج مش كويسه معاه، في حاله تخبط كبيره جدا، في تذبذب في الاداء، يعني امبارح الماتش كله ما فيش لعيب نقدر نقول ان هو استثناء صلاح ان هو جاب جونين.
ليفربول في حاجه غريبه، يعني يمكن الاستقرار اللي كان فيه اختفى شويه، ممكن برضو الاصابات مقصره. يعني هو كان دايما فيرجيل فان دايك هو شايل الدفاع كله، دلوقتي فيرجيل فان دايك مصاب مش هيقدر يلعب. حتى ليفربول في فتره الانتقالات الشتويه خلاص هي بتخلص، ما جابش لعيبه في الدفاع تقدر تشيل شويه مكان فان دايك، فهم عندهم تخبط. حتى كلوب طلع من كام يوم قال لك انا برضو مش مسؤول عن الصفقات، في حد تاني مسؤول عنه. لازم اعتقد ان ليفربول محتاج ان هو يجيب لعيبه تانية، ومحتاج كلوب برضو يعيد النظر برضو في طريقه اللعب بتاعته. اخيرا في اجاز، يعني تعليق على تصريحات موسيماني امبارح للموقع الرسمي للفيفا. والله موسيماني يعني اتمنى ان هو فعلا، هو قال ان هو بيتوقع ممكن قادر ان الاهلي يقدر يعمل مفاجاه، فاتمنى فعلا ان هو يقود النادي الاهلي ان هو يعمل مفاجاه ويعدي الدحيل. فريق مش صعب، يعني ممكن نعديه، وممكن بعد كده نقابل بايرن ميونخ. فاعتقد ان هي يعني احنا هدفنا ان احنا نوصل بايرن ميونخ ونلعب ماتش كويس قدامهم ان شاء الله. شكرا استاذ ياسر. يعني كريم نهواندي، دي كانت فقره الصحافه وتحليلها كمان من داخل جريده الجمهوريه. يا رب تكون قدرت يعني زي ما بنقول كده قدمنا وجبه صحفيه للمشاهد وليكم في الاستوديو، وان شاء الله مع الوعد ان شاء الله في لقاءات وجولات صحفيه اخرى من خلال 10 الصبح. طب احنا لسه ما خلصناش الوجبه يا عم محمد، وعندنا برضو سؤال للاستاذ ياسر وتحياتنا ليه. اولا صباح الفل عليه، وعايزين نعرف برضو كيف يرى العالم. طبعا الاستاذ ياسر بحكم وجوده في هذه الجريده وحكم تخصصه المهني اكيد بيطلع كمان الى جانب الصحافه المحليه والاقليميه، عارف كويس قوي صحافة العالم بتكتب وبتقول ايه فيما يتعلق بمونديال كرة اليد في مصر 2021. ماذا يرى العالم من خلال هذه البطولة؟ كيف يرى العالم مونديال مصر 2021؟ يعني استاذ ياسر ده سؤال بقى من الاستوديو من استاذ كريم كوجك، يعني بيقول لك من خلال يعني عملك الصحفي ومتابعتك للصحافة العالمية، شايف انطباعات الصحافة العالمية وتغطيتها لاحداث بطولة العالم هنا في مصر؟ والله لا، هم يعني الصحافه العالميه كلها بتغطي البطوله كويس، وفي اشادات كبيره جدا بالتنظيم بتاعنا خاصه في الاجراءات الاحترازيه. احنا عاملين نظام الفقاعه مطبقينه كويس جدا الحمد لله، يعني الحالات قليله قوي، ما فيش غير منتخب كاب فيردي بس يعني الاشادات كلها هايله جدا بالتنظيم، واحنا عاملين بطوله كويسه يعني ومتابعين الاجراءات الاحترازيه كويس قوي يعني. يا رب ان شاء الله البطوله تنتهي على خير، ويا رب تحصل المفاجاه ومنتخب مصر يتخطى الدنمارك. يمكن زي ما بنقول كريم منتخب الدنمارك هو المؤهل الاول للبطوله، لكن ان شاء الله في حاله ان شاء الله تتخطاه بعد بكره اعتقد الطريق هيبقى قدام منتخب مصر، يعني ان شاء الله الفوز وتحقيق اللقب التاريخي للمره الاولى. الكلمه ليك. استنى، لا الكلمه ليك انت، بس في سؤال عندنا. احنا عندنا بس شويه استفسارات يعني، وعايزين نستغل طبعا وجود استاذ ياسر الشرقاوي معاك. واولا انا هسال حاجه خاصه بمونديال اليد، وتاني حاجه خاصه بكره القدم. اسمح لي سريعا كده اروح معاك للنقطه الاولى وهي مونديال اليد، وانا من استاذ ياسر عايزه اعرف منه يعني هو استشف ايه من ردود الافعال هنا. انا عايزه اتكلم عن الناس والجمهور في مصر تحديدا حول المباراه اللي فاتت والمباراه اللي جايه، لان احنا كنا قلنا في المقدمه انا وكريم ان في بعض الروح الانهزاميه اللي موجوده المتصدره من بعض الجمهور المصري اللي احنا دايما هناكد عليها ان هي مش مفروض تكون موجودة. فأنا عايز أعرف منه هو إزاي شاف ردود الأفعال فيما يختص بالمونديال والمباراة الأخيرة، وفيما هو قادم بين مصر والدنمارك. الشق الثاني علشان أدي لك ضيفك، أنا عايز أسأل عن مباراة الأهلي وبيراميدز، بما أن دي كمان المباراة الأخيرة قبل الذهاب بقى إن شاء الله يعني فريق الأهلي للمونديال، مونديال العالم يعني، وفكرة أنا تمثيله بقى إن شاء الله، ويا رب كمان بنأمل بالفوز. اتفضل يا محمد. يعني استاذ نهاوند سري، يعني بتتكلم معاك بتقول لك بقى ردود الافعال الداخليه، شايفه حاله شويه من الاحباط عند بعض الجماهير بعد النتائج الاخيره سواء في المباراه بتاع سلوفينيا وكمان يمكن الهزيمه من السويد، فشايف ردود الافعال الداخليه على المشاركه ازاي؟ ده السؤال الاول، وبعد كده في سؤال تاني. لا والله هو ردود الافعال مش وحشه قوي، يعني احنا برضو لازم نبقى واخدين بالنا ان احنا بنلعب سلوفينيا وبنلعب السويد فرق تقيله، فطبيعي ان احنا يعني ممكن الاداء ما يبقاش قد كده، ممكن ما نحققش نتائج كويسه، بس احنا وصلنا لدور الثمانيه، وصلنا يعني احسن 8 منتخبات، قدامنا فرصه ان احنا نطلع لاحسن 4، يعني ممكن نعمل مفاجاه ونطلع ناخد البطوله يعني. فشايف ان ردود الافعال مش سيئه خالص، يعني ردود الافعال كويسه والمنتخب ماشي كويس يعني. الاهلي وبيراميدز واخر مباراه قبل السفر لكاس العالم للانديه، شايف المباراه دي هتبقى ازاي في الملعب، خاصه ان زي ما بنقول ده يعني هو سلاح ذو حدين، انها اخر مباراه اعتقد يعني ممكن يكون واخده شويه من تفكير اللعيبه.
والله انا شايف ان تفكير اللعيبه المفروض ان هم يفكروا بس في ماتش بيراميدز ايا كانت النتيجه. برضو لازم بعد الماتش يفكروا في كاس العالم. هي يعني ماتش صعب، بس اعتقد ان لعيبه الاهلي عندهم من الخبرات ما يؤهلهم ان هم يفكروا في ماتش بيراميدز على حده، وبعد كده يبداوا يفكروا في بطوله العالم للانديه. شايف ان موسيماني ممكن لازم يعمل تغييرات شويه في التشكيله بتاعته، يريح لعيبه، يعني واحد زي حسين الشحات، واحد زي ولتر بواليا ما عندهمش ثقه في نفسهم دلوقتي. اعتقد ان هم ممكن يغيبوا عن الماتش ده كراحه ليهم، تروح من عليهم الضغوط شويه، بحيث ان هم لما يدخلوا على بطوله العالم للانديه يبقى عندهم رغبه ان هم يلعبوا. شكرا لك يا استاذ ياسر. يعني كريم الهواند حابب اقول حاجه، يمكن في طالما انتم فتحتوا موضوع كاس العالم، اعتقد ان يعني شايف اخطر حاجه على منتخبنا، خلينا نتكلم بصراحه وخاصه على السوشيال ميديا، ان ده منتخب مصر، يعني ده بيمثل الشعب المصري كله. اخطر حاجه شفتها من ردود افعال امبارح ان احنا للاسف بدانا نقسم المنتخب. في ناس بدات تتكلم عن الانديه، نسيوا المنتخب ونسيوا ان ده بيمثل مصر. صحيح. للاسف بداوا يتكلموا عن الانديه. اعتقد ان ده هيبقى اكبر خطر على المنتخب في المباراه الجايه. المباراه الجايه طبعا قدام بطل العالم الدنمارك، مفيش خلاف احسن فريق في العالم، لكن اعتقد ان احنا قادرين، ولو عدينا اعتقد ان ده هيبقى حافز كبير جدا ان احنا نعمل انجاز تاريخي. يمكن احنا عاملين بالفعل انجاز تاريخي. صحيح. ان بطولتين عالم ورا بعض نوصل لدور الثمانيه ده انجاز مش سهل. يمكن قبل كده كان ابرز انجاز لينا ان احنا خدنا رابع العالم في فرنسا 2001. ان شاء الله يا رب نقدر نعمل انجاز اكبر ونوصل للمباراه النهائيه باذن الله. كلمه ليكم. ان شاء الله. احنا بنشكرك وبنشكر ضيفك جدا يعني يا محمد على التغطيه دي، بتهيألي كانت قراءه جميله جدا للاخبار. جدا جدا. شكرا ليك يا محمد. ويمكن النقطة الأخيرة اللي محمد يعني قالها، وهي فكرة إن احنا هنواجه فعلا بطل العالم، قول زي ما قلنا 2019 هي الدنمارك، وكمان على عايز أقول لحضراتكم هي عندها أفضل حارس مرمى في العالم. فيعني هي زي ما قلنا تاني، هي هتبقى بطولة قوية جدا، هيبقى ماتش قوي جدا، ولكن برضو أملنا في منتخبنا قوي جدا ويمكن أقوى كمان. ودايما لازم عندنا روح كده اللي هو التفاؤل، الامل، ده اعتقد اللي بيفرق معانا في كل حاجه. يعني احنا بنمتاز كمصريين ان احنا عندنا هذه الروح مهما كانت الظروف صعبه، مهما كان المحيط يعني مش مباشر، احنا الروح اللي عندنا دي هي اللي بتفرق، وما اعتقدش انها موجوده عند اي شعب تاني في العالم ابدا. وبالمناسبه بما ان في ناس عندها يعني شيء من مشاعر الانهزاميه، احب اقول لك ان انا ما عنديش ذره شك ان العكس صحيح كمان. يعني هتلاقي في الدنمارك ناس كتير قاعدين حاطين ايديهم على قلبهم عشان هيواجهوا منتخب مصر. خلي بالك بقى انا هون. طيب ننتقل بقى مع حضراتكم لحاجه تانية. واحنا بنتكلم هنا ان الاهلي دايما بيكون حريص ان هو يعني دايما يتذكر ودايما يكون بيكرم كل نجومه، حتى النجوم اللي كانت موجوده عنده من سنين طويله جدا. الاهلي ما بينساش حد، عشان كده احنا هنروح دلوقتي لتاريخ الاهلي والنجوم. وزي النهارده بس عام 1962 كان ميلاد الكابتن اسامه عرابي، نجم النادي الاهلي في ثمانينيات وتسعينيات القرن الماضي، اللي بدا مشواره في قطاع الناشئين بالنادي الاهلي، تم تصعيده للفريق الاول، ده كان موسم 82 و83، واستمر في صفوف الفريق الاول حتى اعتزاله بقى اللي كان موسم 98 و99. النجم اسامه عرابي لعب لمنتخب مصر، شارك في نهائيات كاس العالم 1990 اللي كانت في ايطاليا، وكمان هو صاحب الرقم القياسي بالفوز بالبطولات، وساهم في فوز النادي الاهلي ب هنتكلم هنا 28 بطوله، 10 بطولات للدوري، 8 بطولات لكاس مصر، كاس الافرو اسيويه، بطوله لدوري الابطال، 4 بطولات كمان افريقيه لابطال الكؤوس، يعني كتير جدا، 4 بطولات عربيه وغيره. خلينا نروح ونسمع كده رسائل الجمهور لاسامه عرابي في عيد ميلاده ونرجع نكمل. كابتن اسامه عرابي مثالي الاخلاق في النادي الاهلي، وانا اتربيت على لعبه ولعب كابتن بيبو هنا في النادي، وكان بيمثل مصر. احنا كلنا بنحب كابتن اسامه عرابي، بقول له كل سنه وانت. اقول له تاريخ كبير في النادي الاهلي، ولعيب كبير وعامل اجيال كويسه وحلو ولعيب كويس، وان شاء الله نتمنى له عمر مجيد، وباذن الله ان شاء الله نشوفه في احسن واحسن حال باذن الله، وربنا يوفقه دايما يا رب ان شاء الله. اقول له كل سنه طيب وعيد ميلاد سعيد وعمر مجيد، وطبعا ده راجل جميل وحلو، عمل حاجات كتيرة في النادي، وكان عصب من أعصاب الفريق الذهبي بتاع النادي الأهلي. وأقول له طبعا عيد ميلاد سعيد وربنا معاه وربنا يوفقه. أقول له كل سنة وأنت طيب. سمع عرابي خير مثل لأبناء النادي الأهلي في الوفاء والالتزام، وحشنا لعيب بقيمة وقامة أسامة عرابي، وربنا يوفقه في حياته العملية حيثما يريد.
أقول له كل سنة وأنت طيب وعمر طويل إن شاء الله وربنا يوفقك دايما. وأنت طبعا عصرناك من أيام ما كنت لعيب، إنسان أخلاقك فيش عليها غبار، أخلاق عالية، لعب جميل، من الشخصيات المحترمة يعني، وربنا يوفقه إن شاء الله وكل سنة وهو طيب. كابتن أسامة كل سنة وحضرتك طيب وعيد سعيد عليك، وإن شاء الله كده يكون أحسن حال وصحة وعافية، وأتمنى لك كل خير وكل سنة وانت طيب. كابتن أسامة عرابي من الناس المقربة جدا ليا، من الناس اللي أنا بحبها قوي، ويعني بشكره على الفترة الجميلة واللعب اللي لعبه، وأقول له كل سنة وانت طيب وعمر مجيد وعمر طويل في السعادة والخير والصحة وكل حاجة طيبة ليه. كل سنة وهو طيب ودايما من نجاح لنجاح كده، ودايما بيسعدنا بلعبه الحلو، فعلا هو كابتن كبير بالنسبة لنادي الأهلي. طبعا كابتن أسامة عرابي اسم كبير وتاريخ طويل وعريض ومضيء مع النادي الأهلي، اللي حقق معاه كتير جدا من الانتصارات. كل سنة وانت طيب وعبال مليون سنة. بالمناسبة يعني كمان زي النهاردة بس سنة 1996 كان يوم ميلاد لاعب النادي الأهلي وظهيره الأيمن محمد هاني. هذا اللاعب بدأ مشواره في قطاع الناشئين واتصعد للفريق الأول وهو لم يكمل عامه 18 بعد، ولعب لمنتخبات الناشئين والمنتخب الأولمبي، وتم ضمه أكثر من مرة إلى منتخب مصر الأول، وساهم طبعا مع مجموعة كبيرة من زملائه في حصول النادي الأهلي مختلفة. هنشوف مع حضراتكم من خلال هذا التقرير رسائل الجماهير لمحمد هاني في عيد ميلاده، ونرجع نكمل كلامنا. اتفضل. كل سنة طيب يا كابتن محمد، وعقبال سنين كتير ومزيد من البطولات. كل سنة طيب يا نجم، وعقبال 100 سنة، وإن شاء الله تحقق كل نفسك فيه، ونشوفك في المنتخب بإذن الله، وأداء أحسن كل مباراة، وتحقق البطولة الجاية بإذن الله. أقول له كل سنة طيب يا كابتن، وإن شاء الله من نجاح لنجاح، وإن شاء الله ترفعوا رأس مصر في كأس العالم للأندية. كل سنة طيب يا كابتن، ويا رب دايما من نجاح لنجاح. وبالمناسبة أنا من أشد المعجبين بكابتن محمد هاني وبعشقه جدا بصراحة، فيا رب دايما من نجاح لنجاح وبالتوفيق إن شاء الله، وكل سنة وانت طيب. كابتن محمد هاني بنقول له كل سنة وهو طيب، وإن شاء الله عقبال 100 سنة، وإحنا طبعا بنحبه. وبالمصادفة الغريبة كمان إن أنا عندي ابن اسمه محمد وأنا اسمي هاني، فمحمد هاني وهو من اللعيبة الرجالة الكويسة اللي إن شاء الله يعني نتأمل إن هو يبقى مستقبل النادي الأهلي إن شاء الله، وهو يعني لا غنى عنه في الملعب أساسي إن شاء الله. ربنا يكرمه عقبال 100 سنة في صحة وعافية ويفضل في النادي الأهلي. طبعا كل سنة هو طيب، ويا رب دايما يمتعنا، وإحنا بنستمتع طبعا لما بنشوفه، ودايما من نجاح لنجاح يعني، نتمنى له كل الخير. أقول له كل سنة وأنت طيب، وربنا يزيد الأهلي بانتصاراته. هو كل سنة وأنت طيب، وسنة جديدة إن شاء الله، وعيد ميلاد سعيد يعني. كل سنة وأنت طيب، وإن شاء الله سنة سعيدة عليك، ودايما نشوفك دايما في تفوق وأفضل دايما في كل حاجة. إحنا بنقول كابتن محمد هاني كل سنة وأنت طيب، وإن شاء الله تبقى سنة كويسة، ويبقى في بطولات كويسة السنة الجاية إن شاء الله. كل سنة وانت طيب يا كابتن محمد. وبنتكلم عن من قطاع ناشئين لفريق اول، وعندنا نماذج كتيره جدا قدرت ان هي تصعد من قطاع ناشئين النادي الاهلي للفريق الاول واثبتت نفسها وحققت بطولات، فنتمنى المزيد والمزيد من النماذج دي. كل سنه وانت طيب، يا رب تبقى سنه خير. هو النهارده ده يبقى برج الدلو صح؟ لا انا ماليش خالص، لا ولا بعرف ده لغايه قريب كريم ما كانش عارف هو برج ايه. لا لا انا بصي، انا كنت طول عمري بعتبر ان انا برج العذراء، بس يعني سمعت مؤخرا ان 22 سبتمبر يخليكي اخر العذراء بس اول الميزان، وفي ناس بتقولك لا ده انت كده ميزان. ده مؤخرا ها، ده بالصدفه بعد 45 سنه. والله يا ريت 45 يا ريت 45، يا ما كنتش جيت النهارده لو كانت 45 بس. طيب نروح بقى الخبر هيعجبك قوي، اخبار اللي انت بتحبها. خير خير. بنتكلم عن هنا ساعات ومجوهرات رونالدو حبيبك دايما، اللي هي بتخطف يعني كل حاجه عنده بتخطف الانظار يعني ما شاء الله، لكن دايما بتكون الساعات بتاعته هو بتبقى مرصعه كده بالماس اللي هو بيحبه، هو بيحب الماس جدا والالماز والحاجات دي. والاعلام طبعا والسوشيال ميديا ما بتسيبش حد في حاله، خصوصا اللعيبه المعروفين او البابليك فيجرز المحبوبين اللي ليهم فولورز كتير، ماركات اكيد عالميه كتير هو بيحب ان هو يقتنيها. بدل ما اقعد ارغي، خلينا نروح نشوف كده ونرجع نكمل مع حضراتكم. مجوهرات وساعات من الماس، مقتنيات باهظه يملكها اغنى الرياضيين حول العالم، صارت محطه انظار الجماهير. يعد البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم يوفنتوس الإيطالي أحد أغنى الرياضيين حول العالم، وتنعكس ثروته على نمط حياته الذي أبهر الجمهور ومتابعي الموضة والرياضة معه. رونالدو ليس لاعبا فحسب، فهو في الوقت ذاته واحد من أنجح رجال الأعمال بعيدا عن مسيرته الكروية الناجحة، وتقدر ثروته حاليا ب450 مليون دولار.
صحيفة صان البريطانية أفردت تقريرا عن قيمة المجوهرات التي يملكها رونالدو وصديقته جورجينا رودريغيز وقدرتها $3.5 مليون أمريكي. اعتاد كريستيانو الظهور بساعات وأقراص مرصعة بالماس، ففي عام 2018 ظهر وهو يرتدي ساعة مرصعة بالماس تغلو قيمتها 1.2 مليون جنيه استرليني. وفي وقت سابق ارتدى رونالدو ساعة من طراز H24 بقيمة 100,000 جنيه استرليني، ويبلغ وزن الماس بها 15.25 خيراط. وفي مناسبات مختلفة ظهر رونالدو صاحب 35 عاما مرتديا ساعة قيمتها $52,000 وخواتم فخمة من الألماس وزوجين من الأقراط المرصعة بالألماس الأسود بقيمة $137,000. خاتم خطوبة رونالدو أيضا كان محط اهتمام المعجبين، فقد أهدى صديقته جورجينا رودريغيز خاتم خطوبة بقيمة $615,000 استرليني، وهو مزين بحجر ياقوت كبير ومرصع بالماس، وتحرص عارضة الأزياء الإسبانية على الظهور به في صورها في مختلف المناسبات. طيب أنا هعلق من زاوية تانية، أنا عارفة أنك عايز تعلق على إيه، بس أنا هعلق من زاوية تانية خالص، وحديك طبعا الفرصة أن أنت تقول اللي جواك كله. أنا عارفة أنت عايز تقول إيه يعني. بس لما بنسمع حاجات زي كده أنا بشوف ان احنا لازم يبقى بنتعلم، بمعنى ان كريستيانو اصلا قصة كفاح لوحده. يعني هو كان لاعب طبعا برتغالي الاصل، هو من عيلة يعني مش عادية، هي عيلة كانت فقيرة، وقدر ان هو من ده ان هو يصنع اسم لنفسه، يصنع منتج اسم كريستيانو رونالدو سواء من خلال كرة القدم او غيره. يعني ده نموذج من نماذج كتيرة جدا قدرت برضو تتغلب على الظروف اللي عندها وتصنع منتج الاسم بتاعك، ده هو ده المنتج بتاعك، ان انت تحافظ عليه وتكبره وبعد كده يبقى عندك امبراطورية كبيرة ويبقى عندك يعني كل هذه الاموال. ده قصة نجاح، ودي قصة نجاح. وبالمناسبة على فكرة جورجينا رودريغيز اللي هي شريكته يعني هي برضو خلي بال حضراتكم هي من عيلة متوسطة جدا، وكان اتعرفوا على بعض في يعني احدى يعني المحلات اللي هي العالمية الماركات العالمية، هي كانت تشتغل جوه فتقابلوا وحبوا بعض وبقوا مع بعض. فالقصة كلها ان الحياة فيها فرص، الحياة لو انت اشتغلت وسعيد انت بتعرفش قدام هيبقى عامل ازاي، ممكن يبقى فيه خير كتير جدا. فحتى لو ظروفنا صعبة احنا نقدر نغير القدر او نقدر نغير المصير بتاعنا. فدي القصة اللي انا هطلع منها بده. لو انت بقى عندك حاجة تانية لا ما انت خلتينا في سكة تانية بقى، وفي ميلو دراما وسمع في ودني موسيقى حزينة، خلينا في الجانب الفرفوش يا ست الكل. لو مش كريستيانو رونالدو اللي هيتسيخ بالذهب والالماس، مين اللي هيتسيخ؟ لا بس برضو خلي بالك انا ما بتكلمش كتير عن نفسي. طيب احنا نطلع فاصل، انا شايفه كده نستوعب فيه الموضوع ونرجع نكمل كلامنا مع حضراتكم. اتفضل. مصر عامله مجهود ممتاز بصراحه، والحكومه المصريه عامله مجهود من COVID-19 لغايه من اول ما جه مصر او من اول ما وباء جه مصر هنا، وهي الحكومة المصرية عاملة مجهود ممتاز، وعلى رأسهم طبعا الإدارة التنفيذية العالية للرئيس السيسي. التنظيم كان هايل بجد، كل حاجة كانت ماشية بالشكل المشاهد والجمهور حاسة ان هو كان غير متوقع من كتر ما هو كان منظم وجميل، وكل حاجة كانت ماشية حلو. وده طبعا كان مؤثر على ردود فعل الجماهير الخارجية. حلو جدا وعجبني، ويعني هم مرتبين كل حاجة تمام وكويس جدا. كان الاحتفال حاجة مشرفة جدا للبلد، وحاجة بسم الله ما شاء الله يعني حلوة. التنظيم طبعا رائع جدا، حاجة متوقعة من مصر أم الدنيا إن هي تستضيف وتبقى بالجمال ده كله. والله التنظيم كويس، ومصر عاملة بطولة جميلة. التنظيم صراحة كان مشرف جدا بتاع مصر في كأس العالم، والحقيقة يعني كان تحدي كبير، لأن احنا يعني نظمنا الحفل ده أو البطولة دي في وقت صعب جدا. التنظيم كان كويس، والناس كلها كانت لابسة الماسك، الحاجات دي كلها يعني كان متظبط كل حاجة. والله يا مصر منظمة البطولة على قدر كافي من الكفاءة، وواضح في الفترة الأخيرة كمان إن الإجراءات اللي متبعتها مصر عشان تفضل محافظة على التنظيم اللي هي عاملاه البطولة، وإصرارها على إن مصر تقيم البطولة في مصر خلال الفترة دي من جهود الدولة نفسها في عملية التنظيم، واهتمام وزير الشباب واهتمام رئيس الوزراء بالموضوع. هو تنظيم ممتاز جدا، وباين قدام العالم كله إن مصر قادرة تنظم بطولة زي دي، بطولة تاريخية في
ارض مصريه اللي هو شرف لينا انا كواحد من الشعب، شرف ليا اللي بلدي تنظم بطوله زي دي. تنظيم محترم جدا طبعا، التنظيم هايل يعني. مصر كل مدى بتورينا هي قادره ان هي تعمل ايه او بتحقق المستحيل يعني، زي ما بنقول شوف كنا فين والحمد لله النهارده بقينا فين. يعني كون مصر تعمل بطوله العالم لكره اليد دي رساله للعالم كله ان بلد مصر بلد الامن والامان، ودي مؤشر كبير جدا لنا ودعايه لا يعني غير مسبوقه. فضلا ان الفريق المصري الحقيقه مشرفنا طبعا، تنظيم رائع. كره اليد اللعبه الشعبيه رقم 2 في مصر زي ما كلنا عارفين، والعالم كله بيتابعها، فتنظيم جيد جدا، وبالذات الملعب الجديد في العاصمه الاداريه الجديده ده اضافه للملاعب اللي موجوده جنب استاد القاهره. يعني والله انا شايف ان التنظيم ده غير مسبوق، يعني تنظيم هايل، واول مره يحصل ان يجي من غير جمهور. شايف اولا تنظيم طبعا جيد جدا، خصوصا في ان احنا في زمن كورونا طبعا الظروف كانت سيئه جدا، وان في دول كتيره جدا قررت انها تعمل التنظيم الكره اليد خوفا من فيروس كورونا. احنا الدوله الوحيده اللي قدرنا نبهر العالم كله في اننا ننظم بطوله. والله انا شايف ان هو تنظيم موفق جدا، وفي مجهود كبير مبذول فيه، وان كان ينقصه الحضور الجماهيري. يعني كان مهم جدا ان يبقى فيه جماهير، بس نظرا لجائحه كورونا اللي موجوده يعني هو ده اللي منع الحضور الجماهيري. والله التنظيم السنه دي كويس جدا، خصوصا ملاعب مستواها حلو قوي زي الملاعب بتاعت اوروبا. يعني شايف بس التنظيم بس كان ناقصه ان الجماهير تبقى حاضره يعني. طيب احنا معانا الفقره دي واحد من نجوم الاهلي لكره اليد السابقين، واحد ابرز اللاعبين كمان اللي تالقوا في الملاعب ملاعب كره اليد، حقق العديد من الانجازات المحليه والقاريه. فنرحب بكابتن محمد عبد الوارث، هو نجم الاهلي ومنتخب مصر السابق لكره اليد، وهنتكلم معاه اكيد عن تاهل منتخب هنا مصر لدور الثمانيه وبطوله كمان كاس العالم لكره اليد، وفرص مصر في الوصول ان شاء الله للمربع الذهبي. صباح الفل والنصر باذن الله. يا رب صباح الفل عليك كابتن محمد، منورنا، اهلا بيك في 10 الصبح في الاهلي. وطبعا اكيد هنتكلم معاك بقى عن كل التفاصيل المتعلقه بمونديال مصر 2021، بس انا عايز اسالك يعني طبعا انت تابعت معانا من خلال التقرير اللي فات وتعرفت على اراء ووجهه نظر الجماهير لتنظيم مصر بهذه الفعاليه الدوليه بالمعنى الحرفي للكلمه. انت بقى راجل جوه المنظومه، يعني انت من اكتر الناس اللي بالتحديات اللي مصر وقفت قصادها وتغلبت عليها الى حد كبير جدا الحقيقه من اجل تنظيم هذا المونديال العالمي، فالى اي درجه كنا موفقين في هذا الامر، وخصوصا ان كان في تخوفات كتير في الاول لدرجه ان البعض من الناس قال ما معناه طب يعني مش وقت والكلام ده كورونا وهتستدعي كتير من يعني الامور اللي يعني في الظروف العاديه ما كناش هنخوض فيها، فانت شايف الموضوع ازاي؟ طبعا اول حاجه انا شايف ان هي كانت خطوه كويسه جدا لمصر. احنا بنبين للعالم كله احنا ازاي نقدر وعندنا ان احنا نعمل كنترول على اي حاجه نقدر نعملها في مصر بحجم بطوله العالم. ان احنا ننظم بطوله عالم في وقت زي ده في جائحه كورونا، ان هي دي انا شايف ان هي تحدي كبير جدا. شايف ان لغايه وقتنا هذا الحمد لله الامور ماشيه مستقره، شايف ان مفيش اي قلق منها، شايف ان فعلا الاتحاد والبلد كلها في ظهر المنتخب ان هم يوصلوا للمرحله دي، وان احنا نقدر نسيطر على الاجواء بتاعه كاس العالم من غير اي مشاكل لغايه وقتنا هذا. انا شايف ان دي حاجه كويسه جدا، ودي حاجه احنا نفخر بيها كلنا كمصريين. جميل كابتن محمد، نخش تفاصيل شويه بقى المباريات المختلفه المباريات المختلفه ونحلل معاك، لان زي ما كريم قال كده حضرتك من جوه المنظومه كنت لاعب وخضت مع مصر برضو بطولات قبل كده، وعندك من الخبره ما يكفي انك ترد على بعض التساؤلات اكيد اللي احنا حابين يعني نعرفها منك. بدايه كده احنا كمستوى منتخب من بدايه مشاركتنا لحد دلوقتي نقدر نقيم وبمنتهى الصراحه نفسنا ازاي؟ والله أنا شايف إن الحمد لله المنتخب بدأ بدايته تدريجية، بداية موفقة طبعا، بغض النظر إن ماتش السويد هو بس اللي كان الشوط الثاني كان فيه حبة أخطاء، والحمد لله قدرنا نعالجها وظهرت في الماتشين اللي بعديهم اللي هو روسيا وبيلاروسيا، والحمد لله كان المباراة كانت ماشية بشكل كويس وكان السكور عالي. ماتش سلوفينيا كانت البداية أنا شايف من وجهة نظري إن هو في سنة قلق،
ماتش مهم، ماتش ليه أهمية كبيرة إن أنا لازم أبقى موجود من ضمن الثمانية، والحمد لله اللي احنا حققناها. طبعا بغض النظر عن اللي كانت بداية المباراة ما كانتش موفقة بالنسبة للاعبين الشوط الأول، الشوط الأولاني بالظبط، بس الحمد لله إن المدرب ما بين الشوطين بدأ إن هو يتكلم وبدأ يصلح الأخطاء، المنتخب بدأ يسترجع تاني قوته. مجرد بداية أول خمس دقايق في الدقيقة خمسة من الشوط الثاني منتخب مصر عمل تغييرة سريع مش وقوي. طبيعي يعني، هو تحول 360 درجة، والحمد لله إن احنا قدرنا نسيطر على المباراة وظهرت النتيجة. طبعا الحمد لله احنا بالنسبة إن هو كان مكسب أو تعادل احنا كده كنا نبقى تاني مجموعة، فأنا شايف إن المنتخب بصراحة ما قصرش وأدى دوره، وإن شاء الله المباراة القادمة يعني نقدر، وما فيش حاجة اسمها مستحيل نقدر نوصل لها إن شاء الله. ما قصرش، هو الحقيقة الشباب ده عاملين شغل زي الفل كما هو متوقع منهم، ويتناسب مع إمكانياتهم، لأن احنا عندنا منتخب فعلا قوي جدا على الصعيد العالمي فيما يتعلق بعالم كرة اليد. عايز أسألك على إلى أي درجة استفادت كرة اليد المصرية ومنتخبها، منتخب مصر يعني لكرة اليد، من وجود عناصر من اللعيبة المصريين محترفين في الدوريات الأوروبية؟ بالظبط. طبعا احنا الحمد لله ان الفتره الاخيره دي ان بدا الاحتراف يبقى موجود، بدا ان احنا عندنا مجموعه لعيبه انها تقدر تسافر وتحترف ويبقوا من نجوم العالم موجودين في الدوريات المختلفه بره. دي طبعا حاجه كويسه بالنسبه لنا ان هي بتاخد، ودي ظهرت عليهم في الملعب، زي محمد سند ما شاء الله عليه ماشي بطريقه هايله جدا، قدر ان هو يوصل للعالميه. انا دي من وجهه نظري ان هو بقى عنده خبرات، كم الخبرات ان انا بقول لا انا معايا لعيب اوروبي في الملعب، بلس ان هو دلوقتي معاه احمد هشام لسه ولد مواليد 2000 لسه منتخب الشباب، ان هو يبقى يعني بالشكل ده وبالحجم اللي هو موجود فيه وهو لسه سنه صغير، وان هو يبقى موجود في فريق كبير في الدوري الفرنسي وان هو يبان بالشكل ده، انا شايف ان دي حاجه كويسه جدا. عندنا ممدوح هاشم، عندنا يحيى خالد، عندنا علي زين، انا شايف ان في مجموعه كبيره، وكريم هنداوي والطيار، شايف بصراحه ان المجموعه كلها، انا شايف ان هي مجموعه متكامله. طبعا بلاس الخبره اللي موجوده احمد الاحمر، اسطوره من الاساطير اللي موجوده في الهاندبول، قدر ان احنا نخلي شكل المنتخب، انا من وجهه نظري ان هم عناصر كويسه جدا، وان شاء الله الفترات الجايه والبطولات الجايه ان شاء الله هيبقى منتخب بتاعنا ان شاء الله من ضمن الاربعه. كويس جدا، وده اكيد اللي احنا بنأمله، وده اللي نقدر نقول الصوره كده الى حد ما واضحه ان ممكن ده فعلا في يوم من الايام يحقق، واملنا كمان في البطوله دي باذن الله المونديال ده. هروح معاك برضو، اسمح لي ليه تفاصيل اكتر، لان في حول البطوله دي حاجات كتيره جدا، يعني الاهتمام الاعلامي اللي اختلف برضو بشكل كبير، التهنئه اللي جت من سياده الرئيس، كل دي محاور اكيد انا وكريم حابين نتكلم حضرتك فيها. لكن لو اتكلمنا عن فكره هنا الماتش تحديدا بتاع سلوفينيا وما هو قادم للدنمارك، زي ما حضرتك قلت احنا بنتكلم عن بطل العالم عام 2019، وكمان عندهم اكتر او احسن او افضل حارس مرمى في العالم، يعني فهي هتبقى مباراه قويه جدا. ايه الاخطاء بقى حضرتك شايف في المباراه بتاعت سلوفينيا ممكن ان احنا يعني نخلي بالنا منها من وجهه نظرك، وفكره كمان ان البعض قال او بعض النقاد قال هو ليه التشكيل اصلا كان كده، يعني ليه بدانا باحمد هشام، ليه بدانا باحمد الاحمر، كنا نستنى شويه، يعني خلينا نعرف وجهه نظرك برضه. ان هي كانت بدايه، انا شايف ان هي بدايه طبيعيه جدا، هو احمد هشام تواجد بدايه المباراه لاصابه علي زين بالظبط، كانت اصابه علي زين في المباراه البيلاروسيا، فهو حب ان هو ما يجازفش بيه في بدايه المباراه، ان هو يبدا باحمد هشام، واحمد هشام ماشي بمستوى كويس جدا. انا شايف ان هي كان الضغط اللي كان موجود هو اللي خلى اطار الماتش يبدا بالشكل ده. شايف ان احمد الاحمر، انا طبعا شايف ان هي بدايه صح 100%. فرقه سلوفينيا فريق بيلعب نفس شكل اللعب بتاعنا، فاحنا محتاجين عناصر الخبره ان هي تبدا، يعني عندنا الاختراقات اكتر، الوضع الطبيعي ان هو المفروض لفرقه سلوفينيا، انا دي ما فيش اي اخطاء ان هي حصلت، ان هي كبدايه اللعيبه ما انا شايف ان هي بدايه صح 100%. طب لو احنا اتكلمنا على الكامباك السريع في الشوط الثاني، اكيد ده كان نتيجه برضو خطا من مدرب سلوفينيا، انا برضو تابعت بعض التعليقات، فمن وجهه نظرك ايه هو الخطا اللي كان للمدرب او يحسب عليه؟ لا احنا هي ما نقولش خطا من مدرب، هو احنا الحمد لله كانت اللي فرق معانا كان في الدقيقه 5 من الشوط الثاني تحديدا،
كانوا هم حصل ايقاف دقيقتين. احنا الفتره دي بالظبط الثلاث دقائق دول احنا قدرنا نرجع فيهم السكور، ان احنا قدرنا نقطع ثلاث كور، قدرنا ان احنا نسيطر على المباراه. كان عندهم سنتر هوف ده من احسن لعيبه في العالم بيلعب في نادي كيل، انا شايف ان هو خروجه هو ده اللي ادانا الدفع ان هو اثر على الاداء بتاع سلوفينيا في الهجوم، فهو ده يعني اللي خلى شكل المباراه يختلف. واحنا لعبتنا زي ما بنقول في الهاندبول كده ان هو لما بنبدا نسيطر على المباراه محدش بيقدر يقف قدامنا، وده اللي حصل وبان بالشكل ده، والحمد لله على النتيجه ان هي تعادل، دي حاجه بالنسبه لنا كويسه طبعا. طيب احنا هستاذنكم بس ان احنا معانا على التليفون الباشمهندس هشام نصر، وهو رئيس اللجنه المنظمه لبطوله العالم لكره اليد ورئيس الاتحاد المصري لكره اليد. باشمهندس هشام صباح الخير على حضرتك. صباح النور، اهلا وسهلا كابتن كريم. بدايه كلام طبعا لا نملك غير كل تحيه وتقدير، طبعا ده كان مش كلامنا، ده كلام العالم كله فيما يتعلق بتنظيم مصر الرائع الحقيقه لكاس العالم لكره اليد مصر 2021. فبنهني حضرتك، بنهني كل القائمين يعني على هذه المنظومه المتكامله الحقيقه، وبتهيالي مفيش انسب من حضرتك اللي جاوبنا على نفس السؤال اللي كنا بنساله لكابتن محمد من شويه، فكره ان مصر تصدت لحدث كبير جدا، حدث عالمي في توقيت غير مسبوق بتفاصيل غير مسبوقه بطبيعه الحال. فحضرتك تقول لنا كده على نوعيه التحديات اللي انتوا اضطريتوا تخوضوا فيها وكيفيه التغلب عليها. اتفضل يا باشمهندس. اولا الحمد لله ومبروك على اسره كره اليد المصريه والعربيه، وكمان مبروك للشعب المصري. كان كره اليد دايما عند حسن الظن في اسعاد الجماهير المصريه. الحمد لله كمان على غير النتيجة على تنظيم البطولة. تنظيم البطولة دي بالذات بتضيف لمصر التميز. عالم في التوقيت ده اختارت الأسهل وهو تأجيل البطولات أو إلغائها. صحيح. لكن مصر الموضوع مع الأخذ في الاعتبار بتطبيق فكرة البقاعة والإحترازات الطبية الشديدة اللي تم تنفيذها الحمد لله لحد النهاردة تقريبا اليوم ال 12 الحمد لله كانت على اعلى مستوى وردود الفعل اكثر من رائعه. انت حضرتك بتسطر تاريخ وتشجع الدول على ان الحياه لازم ان تستمر. لو طبقت مجموعه الاجراءات اللي هي اللي اتطلبت عشان نتقي شر هذا الوباء اللي موجود، تقدر اي دوله تنظم بطوله لو اخذت من مصر الجايد او الكونسبت اللي هي عملته وتضيف عليه بناء عن ظروف كل دوله. فالحمد لله على التنظيم على افضل ما يكون، شبكه تعاون خطيره من جميع افراد الاتحاد او اللجنه المنظمه او الدوله اللي سخرت فعلا بدون مبالغه كل امكانيات الدوله علشان سمعت مصر. صحيح. واعتقد ان ده اتحقق بنجاح الحمد لله. طيب باشمهندس هشام طبعا صباح الخير على حضرتك، وانا عايزه بقى اروح من الجزء التنظيمي للجزء اللي على الارض بقى. احنا بنتكلم هنا عن المستوى، انا عايزه اروح مع حضرتك لده، وكنت لسه بسال كابتن محمد يعني راي حضرتك ايه في المنتخب من بدايه المونديال لحد دلوقتي، وفكره برضو الروح اللي موجوده لدى البعض ان يا جماعه الماتش اللي جاي ده ماتش قوي جدا للدنمارك، يعني ربما تكون نسبه فوز المنتخب المصري يعني قليله او في صعوبه، فخلينا نسمع راي حضرتك في هذا الموضوع. طبعا بصبح على كابتن محمد وانا سامعه وهو بيقول تحليلاته المضبوطه على فريق منتخب مصر، لكن إن انا عايز اقوله ان برغم النتيجه دي اللي اتحققت الحمد لله، انا رايي الشخصي ان كان ممكن كمان نوصل لابعد من كده، لكن خلينا نحط الامور في نطاقها. المنتخب طبعا بسبب كورونا ودي امور خارجه عن ارادتنا، الاعداد بتاعه ما كانش كما يجب، ما كانش فرصه المعسكرات الخارجيه والماتشات مع مستويات اعلى لم تتحقق بالصوره المطلوبه. ورغم كده الولاد بذلوا مجهود عالي جدا مع فرق عالميه مستوى كبير، انك تحافظ على ان انت تبقى في الثمانيه الكبار لكاس العالم لتاني مره
على الرغم ان المره دي في 32 فريق واخر مره كانوا 24 فريق. صحيح. بدايه المباراه الاخيره امس طبعا في ضغط عصبي كبير جدا على اللعيبه، عليهم مسؤوليه كبيره ان الماتش حياه او موت علشان يطلعوا في الثمانيه الكبار، وده اللي اثر في بدايه المباراه على اللاعبين. كان في عدم دقه في التصويت من نجوم كبار المفروض ما بيضيعوش يعني الكور السهله ديت. لكن الميزه الاهم اللي حصلت، وزي قال ما قال الكابتن محمد، فعلا كان مجرد الكوتش بتاعهم اخطا في اصراره على ان هو يخلي الجون فاضي في التوقيت ده، فعلا قدرنا نرجع للمباراه، وده نتيجه تركيز من اللعيبه واصرار على غير العاده يعني في الفرق المصريه انها ترجع من بعيد وتخش المباراه وتكسب فرق اثنين. انا شخصيا كنت اتمنى ان المباراه تنتهي بالفوز، لكن الحمد لله ان احنا طلعنا بهذه النتيجه وبقينا من الثمانيه الكبار. ان شاء الله المباريات القادمه كلها هتنتهي بالفوز. احنا بنشكر حضرتك شكرا جزيلا المهندس هشام نصر رئيس اللجنه المنظمه لبطوله العالم لكره اليد ورئيس الاتحاد المصري لكره اليد، وعوده لضيفنا العزيز كابتن محمد عبد الوارث نجم النادي الاهلي ومنتخب مصر السابق في كره اليد. مفيش بطوله دوليه وخصوصا لو بنتكلم على كاس عالم في اي رياضه بالمناسبه، لازم في كل مره كلنا بنتفاجئ بامور استجدت ما كانتش موجوده قبل كده، او لو كانت موجوده ما كانتش موجوده بالكيفيه دي. فايه اكتر الامور اللي كانت ملفته للنظر بالنسبه لك، بل شكلت مفاجاه من وجهه نظرك، سواء على صعيد منتخبنا احنا شخصيا المنتخب المصري او على صعيد الفرق الاخرى؟ انا شايف والله ان احنا اللي فاجئني عناصر الشباب اللي موجوده عندنا في الفريق، ان هي تظهر بشكل اللي ظهروا بيه في البطوله دي. انا شايف ان هي حاجه كويسه جدا ان هم عندهم جرأه، انا بشوف ان هي جرأه منهم ان هم اول مره ليهم ان هم يلعبوا كاس عالم، كاس عالم كبير مش كاس عالم شباب على ارضه. انا شايف من غير جمهور طبعا دي، انا شايف ان هم دي حاجه طبعا تحسب لهم. لعيبه هايلين جدا، انا مبسوط منهم بصراحه ان كم اللعيبه اللي موجودين دول وغير لعيبه تانية كمان. انا شايف من وجهه نظري ان هيبدا في احتراف للعيبه، انا من وجهه نظري ان هي هتبدا تبان الفتره الجايه ان شاء الله. طيب لو خدت من كلام حضرتك وهنا قصه الجمهور ان هو مش موجود، يمكن اتكلمنا في الموضوع ده قبل كده، بس من وجهه نظرك هل، عشان ممكن يبقى في راي مختلف، هل وجود الجمهور مش متعوض شويه بفكره هنا اهتمام الدوله كلها بدايه من سياده الرئيس والتهنئه طبعا اللي هو ارسلها امبارح، وفكره كمان الاعلام ان هو كمان مهتم جدا بكره اليد على عكس برضو قبل كده ما كانش فيه الاهتمام اللي لاقيينه دلوقتي، فهل من وجهه نظر حضرتك ده ما يديش برضو دفعه قويه للمنتخب عندنا؟ يعني اكيد هو مش هيعوض وجود الجمهور، لكن برضو بيوصل رسائل معنويه كويسه جدا. طبعا رساله الشكر من سياده الرئيس طبعا امبارح دي حاجه دفعه قويه جدا للمنتخب. الشو الاعلامي اللي موجود طبعا دي حاجه تفرحنا، ان كان في عندنا مشكله فعلا بالنسبه لعيبه الهاندبول عموما، ان احنا بنقول كان مهدور حقنا شويه في السوشيال ميديا والاعلام والكلام ده كله. فانا شايف ان دي طبعا دفعه كويسه، بس هي فكره الجمهور ان هي بترهب الفريق اللي قدامي خصوصا على ارضك بالظبط، يعني كان ممكن طبعا طبعا الكم العدد لما الصاله بتبقى مقفوله بيبقى الموضوع مرعب بجد، هو بيدينا دفعه والفرق اللي قدامنا بتبقى نازله، هي فعلا بتبقى نازله خايفه، فده بيأثر عليهم وده بيبقى معانا في صالحنا كفريق واحنا بنلعب في المباراه، ده بيدي حماس كبير جدا. وانت حسيت ده بنفسك اكيد عشرات المرات وانت كنت لاعب سابق وشاركت في بطولات كتير، فعارف كويس قوي انعكاس هتاف الجماهير اللي بترج المدرجات بقى واصل لدرجه ايه مع اللعيبه. فيعني هو طبعا طبعا الجمهور بيبقى موجود في الملعب، ده بيخلي اللعيب بيطلع مش ال 100% بيطلع ال 500% اللي عنده. صحيح. غير كده ان هو وجود الجمهور احنا بتوصل لمرحله ان احنا بنبقى جنب بعض لعيبه جوه الملعب ما بنسمعش بعض. فده طبعا بالنسبه لنا دي بتبقى حاجه حافز جدا، واهم حاجه بقى فيها واحنا بنبقى موجودين في الملعب اللي الناس اللي جايه تهتف باسم مصر وجايه تهتف باسمنا طبعا.
دي ما تروحش تبقى زعلانه. فدي بيبقى اول هدف لينا بيبقى موجود واحنا موجودين في الملعب. لا ان شاء الله كلنا نفرح معاك ومع رجاله منتخب مصر لكره اليد اللي مشرفينا واللي ان شاء الله هيشرفونا بالمزيد من النجاحات والانتصارات الفتره الجايه ان شاء الله. مصممه الاوراق دي تقع. على كل حال شكرا ليك كابتن محمد، شكرا لحضرتك جدا، التوفيق باذن الله لمنتخب مصر الماتش يوم الاربعاء الساعه 7، ويا رب كده دايما يعني الفوز يكون من نصيب مصر، وكمان الدعم زي ما احنا اتكلمنا كتير ندعم فريقنا، بلاش نروح للانهزاميه علشان يعني انا بقول فريقنا بس منتخبنا يعني، بس احنا بنتكلم عن مصر طبعا، فنتمنى ان شاء الله ان الفوز يكون مصري. دلوقتي احنا معانا بقى الفقره الاخيره بعد الفاصل، هيكون معانا كابتن عمرو الحديد وحننتقل من كرة اليد لكرة القدم والفريق الأول الأهلي وما هو قادم من ماتش بيراميدز بعد كده مونديال أو كاس العالم يعني للأندية بعد الفاصل. أهلا بكل حضراتكم من جديد. طبعا كل الأهلوية قاعدين المرض يعني الفترة دي مترقبين، بيقولوا يعني ويتسألوا يا ترى هيحصل إيه مع النادي الأهلي في الفترة الجاية على كل الأصعدة، سواء على صعيد الدوري على صعيد مباراة بيراميدز بكرة إن شاء الله أو في كاس العالم للأندية ومواجهة الفريق النادي الأهلي لفريق الدحيل القطري. وطبعا دي اكيد من ضمن الحاجات اللي هنتكلم فيها الى جانب كلامنا عن رحله النادي الاهلي في الدوري وكمان تفصيله الاخطاء التحكيميه اللي كلنا شاهدناها في الفتره الماضيه. كل ده هنعرف تفاصيله مع كابتن عمرو الحديدي لاعب النادي الاهلي السابق. صباح الخير عليك يا كابتن عمرو ومنورنا. صباح الخير عسكري، اهلا بيك. اهلا بيك يا كابتن مدافع الاهلي السابق، واللي كان يعني ان حضرتك انضمامك للنادي الاهلي برضو كان فيه قصه والفجر وحاجات كده حصلت. قبل ما نبدا بقى كل النقاط اللي كريم قال عليها، لان اكيد احنا حابين نعرف من حضرتك كل يعني التفاصيل دي، بس خلينا برضو نذكر الناس تاني واللي ما يعرفش يعرف على انضمام كابتن عمرو للنادي الاهلي. هو كان الفتره ديت كنت انا في المنتخب الاولمبي، وكان الدكتور محمود سعد بيتكلم مع كابتن جوهر الله يرحمه ان انا موجود في نادي الزمالك باستمرار، وفعلا كان المدرب العام ساعتها معانا في المنتخب الدكتور مصطفى عبده. فعملت مباراه يعني كنا بنلعب ضد منتخب ايطاليا، اديت مباراه كويسه قوي، فالدكتور مصطفى قعد معايا في الغرفه وقال لي انت لازم تيجي النادي الاهلي، وفعلا قلت له ماشي يا كابتن. كلام الفجر يا كابتن عمرو، كلام الفجر، كلام يا كابتن ومش هيحصل يعني. ففعلا انا كان الدكتور محمود ورحت قعدت مع بتوع نادي الزمالك وقعدت فعلا وخلاص وخلصنا. فجالي تليفون وانا في النادي، وانا في نادي المحله كنت بايت في الاستراحه، ان دي والدتي اللي بتكلمني. فانا مش والدتي خالص، انا عارف الصوت الله يرحمها من صوتها خالص يعني. ففي تحويله كده بتبقى من الشركه للاستراحه، فالتحويله اتقفلت الصوت بيكبر، فبتبقى عارف ان التحويله مفيش حد سامع يعني. هي حصلت قبل كده. فقالوا مش بدون الذكر يعني، انا فلان الفلانيه لازم تنزل لمجلس اداره النادي الاهلي النهارده. فاستاذنت كابتن شو غريب وكابتن سياج الله يرحمه، قلت له يا كابتن انا هنزل في حاجه حصلت كذا كذا. بس يا كابتن انا ما اعرفش الكلام ده حقيقي ولا لا، ما كانش في موبايلات في الوقت ده. الكلام ده كان 91 92. جميل. قال لي خلاص ماشي انزل. نزلت ببص من جيت باب النيل لقيت النادي مقفول بالجنزير، قلت بس خلاص حد اشتغلني وسمعت الكلام ورجعت، وعندي تمرينه ثاني يوم الصبح ولازم اكون موجود عشان الدكتور عبد الجليل قال لازم تكون موجود في التمرين. ده النادي مقفول، فتاكدت اكتر ان في حاجه انها اشتغاله خلاص. اه طبعا. فبيقول لي انت مين؟ قلت له انا عمرو الحديدي. قال لي بتاع المحله، افتحه اتفضل. الله افتحه. ايه هو كان مصباح علاء بابا كان مقفول في يعني كده. انت لو ما كنتش قابلت هذا الرجل كنت مشيت وخلاص، الموضوع كان هيتقع عليك. الباب مقفول بجنزير من باب النيل خالص. اه طبعا. فدخلت لقيت مجلس اداره النادي الاهلي كله قاعد ما عدا كرسي كابتن صالح بس. وقد كان. فهي كانت كلمه شهيره لكابتن صالح، انت عايز ايه؟ قلت له مش عايز حاجه خالص، اتمنى اخش النادي الاهلي. انا كل ده وانا عارفه ان حضرتك حكيت القصه دي قبل كده، بس عشان الجمله الاخيره دي، ان فكره هنا بس، ودي كانت باينه من حديث حضرتك قبل كده في لقاءات مختلفه، ان فعلا كنت كل همك انك تكون منضم لهذا النادي وهذه التيشيرت انك تلبسها، يعني دي فعلا حضرتك اكدت عليها كتير جدا في لقاءاتك قبل كده. يعني من وجهه نظري من غير اي كمان يعني حديث عن اموال او صفقات او عقود، حضرتك ما اتكلمتش فيها خالص. هقول يعني من غير شعارات، عشان احنا بننتمي لكيان كبير اسمه النادي الاهلي. انا مضيت الخمس سنين ب 20,000 جنيه. وما طلبتش حاجه من الكابتن صالح. الكابتن صالح وهو خارج نده الاستاذ عباس سليد الله يرحمه، قال له يا استاذ عباس ادي لعمرو الحديدي 20,000 جنيه من حسابي. انا خدت ال 20,000 جنيه، انا مش مصدق. كلام بقى صالح سليم والنادي الاهلي ومجلس الاداره، ومضيت خمس سنين.
انا ما يهمنيش الفلوس قد ما هو قال لي ايه، هات الجرايد شوف مكتوب فيها ايه. صح، مكتوب كده بالمنشط الاهلي خطف زعيم الفلاحين. حلو، خلاص انتهى. الله، بس طبعا يعني دي كانت ملابسات ومفردات وارقام المرحله اللي انت انضميت فيها للنادي الاهلي. بعد مرور السنين دي كلها وانت دلوقتي طبعا راجل يعني مطلع بكل امور كره القدم المصريه ومتابع جيد لكل المستجدات، من ضمن المستجدات اللي بقى فيه ارقام مختلفه تماما، بقى فيه تفاصيل وبنود في العقود اختلفت تماما عن الزمن اللي حضرتك كنت بتلعب فيه، ما عدتش عليك فكره ان يا ريتني كنت بلعب في الجيل الحالي او في الزمن الحالي مش الزمن اللي انا كنت فيه، ولا انت بالنسبه لك الحسبه مختلفه؟ لا، هي الحسبه بالنسبه لي ايا كان بالارقام بتاعت دلوقتي بسم الله ما شاء الله ليهم عن ارقامنا العب يمين العب. والكلمه المعتاده ان يعني الواحد برضو بيقولها بطبيعه كده، ان اتقال عني ان انا عندي اصابه مزمنه فاتقال وظهر ده من نادي الزمالك، وعشان انا ما روحتش فابتدى الميديا كلها والجرايد تكتب ان انا عندي اصابه، وفعلا مجلس اداره نادي الاهلي رشح ثلاث دكاتره، وقلت له يا دكتور معلش انا هقف على الترابيزه وانا متاكد ان انا سليم، هي الشيء اللي ما عرفتش تمتلكني فشوشرت عليا، لا مش هيحصل وانا سليم. وقلت للكابتن صالح انا مش عايز حاجه خالص، مش عايز فلوس حتى، انا بقى متواجد بس في النادي الاهلي. وبالفعل يعني خمس سنين متواجد، وحتى في السنه الاخيره وكابتن صالح مسافر يجري جراحه في لندن قال لي احنا هنطلعك اعاره السعوديه وترجع النادي تاني. قلت له يا كابتن انا في اي مكان هكتب في العقد بتاعي شرط بمبلغ وانا اللي هدفعه في حاله انكم تطلبوني. حلو جدا. دي كانت يعني اول مره حد بيكتب شروط في العقد. سنة 99 كانت رحت الشرقية الزقازيق، وكان رد الجميل للكابتن أنور اللي هو اللي كان جابني النادي الأهلي، وفنشنا خامس دوري. وفي نفس السنة في نهاية الموسم جالي الاتحاد السكندري البرنس محمد مصلحي، ما ترددتش لحظة، أنا بحب أتعامل مع شخصيات عندها مصداقية في اللي بتقوله، وهو ده من الشخصيات الهائلة اللي أنا اتعاملت معاها في الوقت ده. جالي احتراف في تركيا بأحد اللعيبة الكبار في نادي الزمالك وقال لي لازم تسافر، وانا مسافر عارف ان ربنا سبحانه وتعالى بيقسم ارزاق باسلوب معين، ونعم بالله. وانا مسافر كان ساعتها جرايد كتبت المكان اللي انا رايحه والنادي اللي انا رايحه، ورحت بالفعل وطارق خدتني وانتقلت، وجالي تليفون احترفت في الامارات وصعدت على الجمال للدوري الممتاز ولغيت السفر لتركيا. الله، على وانا في تركيا بت يوم واحد بس. كابتن عمرو حضرتك من النماذج بجد، مش بس الجميله في النادي الاهلي اللي كانت موجوده، الاصيله، وبجد انا حبيت ان انا ابدا بدا يعني، لان انا كنت عايزه اسمع تاني والناس تسمع تاني قد ايه في لعيبه فعلا انتمائهم هو اللي كان يعني ظاهر اكتر من اي حاجه تانية. بس انا عايزه انضم للنادي الاهلي، مش فكره حتى دلوقتي لما كريم بيذكر طبعا فرق كبير في يعني ثمن الصفقات، ولكن محدش كان بيفكر في ده خالص وقتها فعلا. يعني دي حقيقه. انا ما كنتش عارف حضرتك هتساليني انت استاذ كريم في ايه. انا عارفه، انا قاعدين بره انا والاستاذ خالد بقول له ينفع نرجع نلعب تاني؟ ينفع تاني؟ يا ريت والله، عشان حاجات معينه. النادي الاهلي يا جماعه هو كيان مهما هتتخيله وانت خارج النادي، اما تخش جواه بقى اصعب بكتير. ده النادي الاهلي هو جراح ومعاه مرضى كتير. يا سلام عليك. الجراح ده هو الوحيد اللي بيداوي الام الناس دي. ده النادي الاهلي. حلو جدا. طب يتقال ايه بقى بعد البلاغه دي؟ اللهم صل على النبي. احنا معانا شاهر برهة في المشاعر. لا ده والله حاجه جميله، وعلى فكره بس حب. الروح دي على فكره تعتبر قاسم مشترك بين كتير جدا من رموز اجيال مختلفه ومتعاقبه في النادي الاهلي. فعلا فكره روح الفانيلا الحمراء وفكره الانتماء للنادي الاهلي فكره يعني دايما بنتكلم عنها مع الناس اللي زي حضرتك كده رموز. وبالمناسبه وانت كنت رمز للدفاع القوي في النادي الاهلي الفتره اللي كنت معاه فيها، يعني كيف ترى الدفاع الاهلي حاليا بشكل عام، وكيف ترى اضافه بدر بنون اللي حصلت مؤخرا كمدافع ملفت جدا للانظار، ونقدر نقول برضو لو انت عليك اي تحفظات على التفصيله دي فكره سرعه تاقلمه مع الفريق من يمكن اول مباراه او ثاني مباراه. بس انت مش جايب لعيب صغير، انت جايب نجم الوداد، اداؤه اسلوبه فكره هو جاي عارف قيمه النادي بتاعه، والنادي الاهلي عارف قيمه الشخص اللي هو جايبه. شوف كل واحد فيهم مكمل الاخر. دي واحد. اتنين، وهي مهمه جدا، ان الفتره اللي فيها اي لاعب في دفاع النادي الاهلي عايز يشتغل ويشتغل صح يشوف ايه اللي ناقصه. هو كان جاي من الرجاء تقريبا. الرجاء. من الرجاء. يبقى انا اسف يعني قلت غلط. الاثنين بيضاوي.
ما رحناش بعيد يا فندم، ما رحناش في الوقت دوت. وانت بتجيب اللاعب او وانت بتفكر انك تجيبه، حاجه من الاثنين، يعني امكانياته تكون اكتر بكتير من اللعيبه الموجوده، عشان لو لقيتهم زي بعض ما انا ابني موجود عندي فانا مش محتاج طبعًا. يبقى اللي جاي بيعمل حاجتين، الاولى اضافه للمكان، اثنين اللي جنبه بيتعلم منه لو هو عنده من الخبرات ما يكفي، والصغير اللي بيجي بيتعلم برضو اللي هو صاعد من الناشئين بيتعلم طبعًا. من المدافع اللي موجود المصري ثم المحترف اللي موجود للنادي الاهلي. اي لعيب في النادي الاهلي من المدافعين يشوف ايه اللي ناقصه، دي اهم حاجه. نمره اتنين ما يديش لنفسه ان امكانيات وصلت لغايه هنا انا كويس، لا انا لسه عندي المفروض اشتغل على نفسي اشوف ايه اللي ناقصني، سرعات، رشاقات ومرونات في الملعب، توقيتي والارتقاء والاسلوب والمراقبه. احنا مدافعين شغلتنا عدم وجود اهداف لفريقنا، الفراوده مهما تضيع في لحظه واحده جاب هدف بقى هو نجم ال 90 دقيقه، والمدافع لو غلط عمل كل حاجه وغلط في ال 90 دقيقه هو فقد ال 90 دقيقه كلها، ان هو اقل واحد في الملعب عشان فقد تركيزه. تركيز المدافعين بيوصل ل 120% اكتر من الفراوده، ده مهم قوي. صحيح، جميل جدا. طيب احنا هنطلع فاصل بس يعني برضو عشان الناس تبقى متابعه معانا، الاجابه هتكون اكيد بعد ما نرجع، بس فكره ان احنا اتكلمنا عن الصفقات انا عايزه اروح مع حضرتك بقى ليه هنا مثلا والتر بواليا، وفكره هنا اللي جاي هل المفروض يدفع موسيماني بيه ولا بمحمد شريف، لان اختلفت الاراء حول ده. البعض قال يعني ان بواليا ما كانش مفروض ان هو يلعب من دلوقتي، كان المفروض ان هو يتم تجهيزه بشكل افضل من كده وبعدين يتم يعني الدج بيه في الملعب، بعد رأى لا بالعكس خليه يبدأ من دلوقتي علشان يندمج أكتر مع الفريق. هنعرف وجهة نظر حضرتك بس بعد الفاصل، فاصل سريع ونرجع نكمل. يا أهلا بكل حضراتكم من جديد، عودة لعشرة الصبح في الأهلي وعودة لضيفنا ونجمنا نجم النادي الأهلي السابق كابتن عمرو الحديدي، اللي وقفنا معاه في الكلام قبل ما نطلع الفاصل الأخير ده بسؤال كنت أنت سألتيه كابتن عمرو نهواند متعلق بوالتر بواليا. كنا بنتكلم فعلا طالما ذكرنا بقى بدر بنون قبل الفاصل والصفقات الأخيرة للأهلي، نتكلم عن كل الصفقات وتحديدا والتر بواليا، لان حاليا هو البعض يعني زي ما كنت بقول لحضرتك اختلف حول والتر بواليا، هل هو التوقيت ده سليم ان هو ينزل مباراه من اول كمان الشوط الاول، ولا المفروض كنا نستنى عليه شويه ويعني لغايه لما حتى يتاقلم مع الفريق، وجهه نظر حضرتك ايه؟ بصي حضرتك الفتره الاهلي ما بيجيب فيرود او بيجيب مدافع بيقدم اوراق شهادات ميلاده بدري بدري قدمها بدري في وجود سعد ورامي ربيعه. بواليا في الوقت اللي جه فيه كان محمد شريف الهداف وجاي من انبي هداف او تاني هدافين الدوري، اللي بيقدم اوراقه في واحد بياخد ما بياخدش وقت، في واحد بياخد وقت. بواليا ما خدش هياخد وقت شويه عشان المقارنه، انت جاي هداف من الجونه جايب 3 اهداف ودلوقتي بتضيع اهداف، الاهلي ما بيصبرش على حد عايز يقول لك انا جايبك ودافع اديني اللي انا عايزه. محمد شريف، طاهر محمد طاهر، قفشه حسين قدمه صحيح، كره حسين في مباراه الرجاء الترقيصه الشهيره، قفشه في مباراه الزمالك، قفشه في مباراه المقاولين، طاهر في مباراه المقاولين، هتلاقي نفسك بتروحي ان اللاعب بيقدم مصوغات تعيينه انه يبقى من الاعمده الاساسيه داخل النادي الاهلي. بواليا لو مشيت معاه هنرجع بالذاكره، الاهلي غير محظوظ في الفراوده الافريقيه. فيليكس خد وقت، فلافيو خد وقت، فلافيو خد وقت، كل واحد سنه ونص خد وقت، فلافيو خد وقت وقت سنه ونص شويه حلوين. مستر مانويل كان مقتنع بامكانياته، بعد كده احنا عارفين ان بنتراهن واحنا بنتفرج فلافيو هيجيب جون ولا اتنين، امكانياته صحيح. محطه كره هايله لدعم خط النص اللي قادمينه من الخلف، حاجات كتير النادي الاهلي بيصبر فيها انك جبتي فيرويد بامكانيات بواليا، يبقى مطلوب ان هو يشتغل على نفسه مجرد ما تاقلم على اللعيبه، كميته هتليق مع لعيبه النادي الاهلي. فجاه بيبقى عربي اجاي، ما احنا كلنا شفنا كان عامل ازاي، بقى عربي. سعد خلاه عربي رسمي، هو سعد سمير حاله عربي رسمي. يعني انا شفت له لينكات كتير، يعني كان بيخليه بيغني اغاني شعبي بيغني العربي. ده رقصوا مع بعض فيديوهات كتير. مفيش حد في مصر قال هو النادي الاهلي مفيش باكات ليفت موجوده عشان يجيب علي معلول. علي معلول دلوقتي بقى في حته تانية خالص. صحيح، انت بتقولي لكل الاجيال بص علي بيعمل ايه، الباك العصري المدافع المتطور،
يعني عاشق للنادي الاهلي وتصريحات كتير ليه قال انا مش هسيب النادي الاهلي الا لو النادي الاهلي سابه يعني. ديانج نفس الكلام، ديانج نفس الكلام، راجل قعد عشان كان في الوقت دوت التوفيق كان كبير للسولية والحمدي فتحي. دلوقتي انت محتاره تلعبي مين من الثلاثه، محتاره في حيره. طب الاعب الثلاثه ما انا كسبان طول ما امكانيات النادي الاهلي 11 لاعب معاهم بره دكه بدلاء على اعلى مستوى الحلول موجوده. طب خلينا نستغل برضو هذا القدر من الموضوعيه اللي انت بتتكلم بيها وبمنتهى الاريحيه كمان، ونعرف بالتالي رايك وتقييمك ليه مبدئيا كده اللعيبه اللي تصعدت وللعيبه اللي تمددت عقودهم وللعيبه اللي تم استخدامهم من اعارات خارجيه في الفترات السابقه. شفت التوليفه دي حصلت يعني باي درجه من الاحترافيه؟ لا هي مش احترافيه، هي ازاي النادي الاهلي الفرق الثانيه تهد كان النادي الاهلي. انت ماضي 3 سنين يجي يكلمك في ضعف المبلغ 10 مرات. فالاهلي بيحصل امتداد، انا مش هستنى بقى وهيبقى في تاخير او في لجنه التعاقدات ان انا امد له. طب خلاص 5 سنين معايا، 7 سنين معايا، ان شاء الله يكون حتى في عقود ب 20 سنه. مش انت موافق؟ الاطراف الاثنين موافقه والعقد شريعه المتعاقدين، المجلس موافق واللاعب موافق، ايه المشكله؟ الماديات دي ده امور خاصه ما بينهم وما بين بعض، مش لازم تعلن. فانا بامن نفسي، نجم من النجوم ده يمشي من عندي ازاي؟ اللي بيختار بيختار طريقين، يختار طريق النجوميه واضافه بطولات بجوار البطولات اللي موجوده، يا اما تاخد حته يمين وعايز ومن جواك بتبقى بتتمنى انك تزرع دوت في النادي التاني وما تلاقيهوش. ليه؟ المنظومه غير مكتمله. مجلس اداره بيحقق تارجت معين، لعيبه بتحقق مسابقه معينه، عمال بيوفروا سبل الراحه للاعب، مدير فني عنده مناخ كامل في انسيابيه يساعده في النجاحات، يبقى ازاي ما اروحش المكان ده؟ الاربع اركان متوفرين، يبقى انا كده كسبان. وجماهير النادي الاهلي، لا لا ده موضوع تاني، ده موضوع تاني خالص. اقول لك على حاجه، جماهير النادي الاهلي لو في الفتره اللي فاتت دي موجوده بسبب جائحه كورونا، الفتره اللي فاتت دي كنت هتشوف حاجات غريبه. طبعا كنت هتشوف من الاهداف النادي الاهلي جرأ الفرق الصغيره ان مفيش جماهير فادتك قوه ان انا ابقى ند للنادي الاهلي. لا ده انا ببص في المرايه وعارف امكانيات نفسي وعارف حجمي. نفسي كل واحد بينتمي لناديه يخليه في ناديه بس، ما يتكلمش عن النادي الاهلي. بالظبط، ما تتكلمش عن النادي الاهلي. اطمح تكون حاجه زي الاول، خليك بتحب النادي الاهلي، علم الناس اللي هناك يعني ايه كيان. كابتن خطيب في افتتاح استاد السلام قال يا جماعه كل الفرق المنافسه بتبص للنادي الاهلي عشان تهد من الكيان. لا، لو انت نجحت انك تقلد النادي الاهلي هتحقق حاجه كتير. الكلام ده على منطقيته وعلى بديهيته، يعني ليه ما كانش حاصل؟ ليه في الفتره الاخيره زادت قوي الحكايه دي؟ عشان انت بتحلم انك تحقق فانت مش بتحقق، فازاي افسد عليك فرحتك ادوشك؟ ما انا مش عارف اوصل لك فافسد عليك فرحتك، افسد الفرحه اللي انت ماشي فيها. يعني زي ما بيقولوا في اسبوع حققت افريقيا وكاس ودوري، ولو ما فيش تاجيلات تانية هتاخد السوبر الافريقي وتاخد السوبر العربي او تاخد سوبر كاس مصر بهم خمسه. ايه ده خمسه في 60 يوم؟ يعني بمعدل كل 12 يوم بطوله. ده في ناس بتحلم بكاس كرتون بتجيبه كده وتاخده معاها البيت انه حقق بطوله، بتحلم. خليني اقول لحضرتك حاجه يا كابتن حديدي، يعني الشكل ده او الحاجات اللي احنا بنواجهها دلوقتي ككيان نادي اهلي ما اعتقدش ان هي مؤخرا، بس هي موجوده من زمان جدا، لان انت حضرتك بتتكلم في تاريخ طويل جدا من البطولات، وبتتكلم في كيان الى حد ما فرض نفسه بشكل مختلف على الكره المصريه والكره الافريقيه، فده موجود من زمان. سياسه الاهلي برضو واحده من زمان، من ايام كمان قبل كابتن صالح سليم لحد هذه اللحظه احنا ما بنردش بنفس المستوى، احنا مركزين في نفسنا، ويمكن مؤخرا حتى مع الاخطاء التحكيميه يمكن كان الرد جاي برضو بشكل لائق، والبعض حتى بعد النتيجه اللي جت قال لك هو ليه حصل كده، ليه العقوبه تم تخفيفها، يعني كمان بيشككوا في التشكيك، يعني حاجه او صوره احنا مش هنلتفت ليها الى حد كبير، ولو ان هبقى اروح مع حضرتك تفاصيل اكتر عن الاخطاء التحكيميه في الاخر، لكن انا عايزه اروح الاهم بقى فيما هو قادم وماتش يوم الثلاث ان شاء الله، وهذا الماتش اللي ناس كتير الى حد كبير برضو
مش هقول متخوفة منه، ولكن بيقال بيراميدز مؤخرا عنده نتائج متذبذبة، يعني ما انتش عارف بالظبط بيراميدز كل ماتش أداؤه هيبقى عامل ازاي. ربما ده مش هيؤثر على الأهلي بشكل كبير، لكن نوجد عمرو الحديدي برضو كيف حترى الماتش القادم وإيه اللي مفروض نركز عليه؟ يعني التشكيل من وجهة نظر حضرتك لو في أي إضافة عايز برضو تقولها لنا. هنقول من آخر ما حضرتك قلتي تذبذب المستوى. تمام. لا لا ده قدام النادي هيبقى وحوش، مفيش الكلام ده. ده اللي كان بيلعب من يومين مع جونة ولا البنك الأهلي هيبقى وحش قصاد النادي الأهلي وتركيز 300%، وانا عمري ما حد يقول عليا ده احنا الاحسن واحنا الفرقه الاقوى واحنا ده النادي الاهلي. بالنسبه للتشكيل من ما انتهى مستر موسيماني في مباراه المقاولين يبدا خلاص، انا مش باقي على حاجه، جس النبض راح خلاص، انا فاضل لي 4-5-6 ايام وهسافر احضر. انت بقى كاس عالم انديه زي الناس هو دلوقتي. يعني الناس دلوقتي بتقول لك ايه في الشارع؟ تشكيك الاراء. هو النادي الاهلي هيعمل ايه مع مش هنكسر شوك بيراميدز ان احنا ما بنكسبش؟ الكلام ده اعتقد النادي الاهلي بعيد عن الحته دي انه يفكر فيها اصلا. احد الاشخاص الواحد حزين انه بيتكلم عن لاعب كبير ومنتخب مصر يعني مش لازم نذكر الاسم، يقول هو النادي الاهلي احنا يعني بنشوف بنرقف بحاله، فاتعادلنا فما تعادلنا بين 20 بونت عشان نصفره وهو في اعلى نشوه الحياه عشان يحضر افتتاح بطوله العالم للانديه. دي كانت اكيد نكته بس مش عارفين نضحك عليها الصراحه. ما مش هنضحك، ده احنا عايزين بقى نجيب زغزغه عشان نضحك نفسنا بالعافيه. مش هنضحك خالص، هنضحك في حاجه واحده بس، اما نحقق الصعوبه. مال مين اللي يمثل مصر؟ مين اللي هيمثل مصر؟ في حد بيمثل في بطوله العالم للانديه السنين اللي فاتت دي؟ ونبص للتاريخ كابتن عمرو، يعني الكلام ده مش كلامنا. مين اللي بيسافر ومين اللي بيروح ومين اللي بيحقق؟ الفريق الكبير اللي هو ايه؟ كيان مصر النادي الاهلي طبعا، كيان منتخب مصر النادي الاهلي طبعا. انت عاشت الفرق الاخرى بالمحترفين اللي جوه النادي الاهلي، بدر بارون ولا ديانج ولا اجاي، كل الناس دي بقت نجوم في منتخباتها. صحيح. فاحنا بنقول النادي الاهلي فكر في المباراه بتاع بيراميدز باسلوب معين، ان دي احد اضلاع تكمله مسيره الدوري. مما انت انتهيت بقوتك الضربه مستر موسيماني كمل البروفا، خلاص كلنا عرفناه وعرفنا المشهد النهائي اللي هنتفرج عليه بكره عشان يتم في افتتاح بطوله العالم للانديه. النادي الاهلي ما بيوقفش على لاعب ولا اثنين ولا 10. انت حضرتك كنت بتقولي من ايام الكابتن صالح كنا بنشوف ده، زادت قوي. زادت قوي الفتره اللي فاتت. احنا كنا بنشوف بس احنا عارفين بنكسب 3 و4 و5 و6 فالموضوع منتهي. نقوم راجعين تاني. الفرق كلها تقول وكل رئيس نادي يدلب اقواله. بيدلب اقواله بقى، ده واقف قصاد الهرم النادي الاهلي نكسب، يقول لك البطوله اللي جايه دي بعد اول 3 ماتشات الاهلي مش هياخدها، وترجع ريما العادات القديمه ونكسب بفرق بنات كتير. الحمد لله. صحيح. هو نفس الكلام. صحيح. احنا عايزين ناخد منك وعد ان انت ان شاء الله لازم تيجي تنورنا مره ثانيه قريب نكمل كلام في بقيه التفاصيل، لان احنا بنحب النوع ده من الموضوعيه في الاجابات والصراحه والتلقائيه اللي انت كلمتنا بيها، فبنشكرك على وجودك معانا كابتن عمرو. انا بشكر ان انا موجود مع حضرتك، وما دامنا هوند ربنا يكرمكم بالتوفيق ان شاء الله النادي الاهلي باذن الله. شكرا ليك كابتن عمرو، وشكرا لحضراتكم على متابعتنا انا وكريم 10 الصبح في الاهلي. بكره ان شاء الله يوم الثلاث وهتبقى حلقه جديده، وطبعا يعني بالتالي هيكون معانا اخبار جديده وكمان ضيوف جداد، ويا رب باذن الله ربنا يوفق مصر بكره في الماتش القادم مع الاهلي وبيراميدز، ويوم الاربع باذن الله بين منتخب مصر ومنتخب الدنمارك. نشوفكم ان شاء الله بكره.